جيزي تقدم لكم هذا البرنامج. اي دائما كارها حياتي في الكوزينه، نفس الروتين، باغي ندير حاجه جديده. عندي اني ديم يخصني كونيكسيون، جارتي حكات لي على واحد الابليكاسيون. ملا انا غادي ندير كاع لي روسيت، محمر ومشوي وشطيط حاجات. تشيك الوان باش نربح لي جيجا ونبارطاجيهم كاع كاع في اليوتيوب. تشيك الوان كاين بوكو سوربريز، تيليشارجي لابليكاسيون توت سويت. تشيك الوان شركه مزيان كان جيزي، سيرفي في النار كيما بغيتو بروفيتي. تيليشارجي تطبيق جيزي شيكي، اربح لي جيجا وبزاف هدايا. وين ما كنتم مرحبا بكم، اهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم الجزائريه شو. هذا البرنامج اللي نتكلموا فيه عن السياسه، عن مشاكل، عن المشاكل الاجتماعيه، نتكلموا على الجمعيات، نتكلموا عن الفن. ولهذا انا سعيده جدا باستضافه فنانه، هي فنانه ممثله دخلت القلوب كل الجزائريين دون استثناء. نرحب بالممثلة القديرة نوال زعتر، شكرا على قبولك دعوتنا. الله يسلمك أنيسة، شكرا لكم وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نجوزوا جلسة مريحة ومشوقة. يعطيك صحة على قبولك دعوتنا حين تكلموا على مجال التمثيل والأعمال اللي كانت من خلال شهر رمضان مع الفنانة نوال زعتر. كذلك نتكلموا في ركن الجزائر إيجابية عن الجمعيات اللي تنشط في المجتمع والمشاكل اللي تخبط فيها هذه الجمعيات من خلال السيد هلال عمر، ممثل عن جمعية أنيت. مرحبا بك، شكرا على قبولك دعوتنا. الله يسلمك، نشكركم على الدعوة هذه، وإن شاء الله نكونوا نقدروا نلحقوا الميساج ان شاء الله للسلطات والشعب ان شاء الله باش ان شاء الله. هذا ما نتمناه. اذا كما ارحب بتوفيق بدني في ركن السياسه، مرحبا بك. مرحبا بك أنيسة وبكل الضيوف، السيده نوال زعتر، الاستاذ هلال، وعتيقه ودراجي، مرحبا بكم جميعا وبمشاهدينا الكرام. يعطيك صحة. إذا عتيقة طوبال راهي اليوم العودة. عتيقة طوبال مرحبا بك، توحشناك. الله يسلمك، يتوحشك الخير، وأنا فرحانة بزاف كي عاودت وليت بعد عودة 15 يوم. أنا عاودنا ولينا من لي فاكونس، واليوم بصح جاري الآخر ما كانش ورحل. رحل رحل باسكو المرة اللي فاتت جا وكيما جيتيش قال لك انا ما زيدتش نجي لانه عتيقه ما جبتوها ليش الاسبوع. قالوا لي جابوا جار على يومين، كانت يومين وطراح. ان شاء الله نكونوا ان شاء الله نكون نقول لك يعطيك الصحه اخت انيسه، وراني فرحانه بزاف كي راهي هنا اختي نوال زعتر. صار ما فيها تخي كون بليزير، خويا بداني الاخ تانيك، وبلا ما ننسى جاري تاع الدوزيام بروميير ايطاج. يلا وان شاء الله نجوزوا ان شاء الله سهره ممتعه، ونقول ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم وما نكونوش ان شاء الله. بس احنا قلنا باللي رانا، واش تقولي انت يا الحجر المنزلي؟ مازال كنتي يا في الدار؟ لا مازال، ولا غير مازالني في حجر المنزلي، جيت غير عندكم. ايه بصح اليوم لاكولوغ راهي ما شاء الله. اليوم اللي درت لاكولوغ اليوم راح لي الحزن. نورمالمون اليوم نلحق تسمى الكونفيرمون نورمالمون نحيوه اليوم. الكونفيرمون نحيتيه؟ لا مازال ما نحيتوش، مي اليوم اللي درت لاكولوغ صافي 4 موا. تخي بيان الحمد لله، راكي اليوم اون كولوغ، راكي خلاص العده. خلاص العده يعطيك الصحه، ولا غير 4 موا. راكي شابه اليوم. عتيقه اليوم اللي جاني الزين. لا ما شاء الله الزين جا عندي وحبس. كريم مدراجي، فرحانين كذلك باستضافتك، مرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا. عيشي انيسه، ميرسي بوكو ليك انت، صافي بليزير. رانا مع فنانه قديره انا وزعتر، استاذ توفيق بداني واخي من هيك، ربي يحفظك. ميرسي على قبول الدعوه هذه. عتيقه ريتشوسي خويا، ريتشوسي قالت لك اليوم ريتشوسي بريمير ايطاج وتروزيام ايطاج حنكروها ان شاء الله، باسكو زعما تخديس ما يزيدش يجي. دونك نوجه نداء اللي حاب يكري يعني تروزيام ايطاج منا ولا فيو شابه يجي مرحبا به. دونك هذه هي، والبري نساعدوه عتيقه، ساعدوه مهبول مع العطله هذيك، ومع العطله هذيك هي فيو سور مار، ماشي مشكل كاع. بصح عتيقه تسمحي في سيد احمد خلاص. لا ولا غير مسكين ماده بيا كون يعاودي ولا قال لك عدو قديم ولا صديق جديد. هذا عليك. نجول وتحيه نتباحش، راه مرسل تراب عتيقه
ترامول صوت رابو وجهولك خويا التحية بصح خليت الوحش. إذا الآن مشاهدينا نبداو كالعادة بالموسيقى مع فنانين، أكيد فنانين اللي جازوا مروا عبر برنامج جزائري شو، لكن أكيد نحوسوا على نفس جديد، نفس آخر. نروحو نشوفو الفنانة لاي حاضرة معنا، من بعد نوليو. يعطيك صحة هيبة، تفضلي معنا هيبة. إذا قلنا نفس جديد لربما فنانين راهم طالعين، شكرا على قبولك دعوتها. بعد دعوتنا هيبة خلاص، دون ميكروفون. عندك ميكروفون. فوالا. واش راكي هيبة لاباس؟ صافا الحمد لله تخي بيان. سي ان بليزير نكون معكم في هذه الحصة كو جادور. يعطيك الصحة. فوالا. أكيد هيبة نتكلموا على مجال الغناء، ولكن ما ديرش هيبة إلا الغناء، ولكن تألف تكتب، وأكيد من بعد نتكلموا على كل الأمور اللي تقوم بهم هيبة في هذا المجال. ولكن أكيد الممثلة القديرة نوال زعتر موجودة معنا، ربما نروح نشوفوا هذا التقرير ونعود نوليو. شوفي الناس كل حاجة يحبوها يخلقوا لها حكاية. بين الموهبة والجرأة وبين الاحترافية والتألق، فنانة صالت بين الأجيال وعلى مسارح الفن الدرامي والكوميدي، المبدعة نوال زعتر. حفظ عنها الجمهور ذكريات وصور في الكثير من الأعمال السينمائية، في بدايتها ريح الجنوب، وين اكتشف الجمهور والمشاهد أولى الأدوار الرائعة لنوال زعتر في عمل استثنائي. الحرية الممنوحة تشبه خبز الصدقة. تواصلت المسيرة بمختلف الأعمال والمحطات اللي تألقت فيهم نوال، سواء في الدرامي أو الاجتماعي، كاللاعب والذكرى الأخيرة. هم الدار والشغل من فوق والضرب ونزيد الخرجة بالعسة. تمشي مليح الساعة؟ ايه راهي تمشي، هاي قريب الستة. أتذكر. خديجة روحي انت تفرجي التلفزيون، أعطيني كلمة. هاتي الطبلية. العفوية التلقائية لنوال وتأقلمها الطبيعي مع كل دور خلاها تبدع في كل أنواع الكوميديا، كأعصاب وأوتار وناس من الحسيتي. شوفي حنانتي ما عندهاش الزهر، الخير قاع هذا وما عندكش الزهر. لا لا حنونة ميكي يموتوا على ميكي. ميكي وايدهم. اسمعي وبعد حطي لهم الاستاك فوق الزربية وعطي لهم ياكلوا. بالك يعود هو اللي غلق التليفون، ولا نقول لك مرته فريدة تكون كش مغمزاته ولا قاتلو غلق نعرفها. قام من قامات الفن بقات وفية لموهبتها سنين وعقود. الشرف لنا أنه ضيف سهرة على بلاطو الجزائرية، واحدة من أعمدة هذا الفن، ودون سر نوال زعتر. نعطيك النص نتاع المال نتاعي إذا حبيتي. هذا النص سي الباكير مالا مالك مربي والله. وقيل راك ميت بالجوع. إذن نوال زعتر، يعني يقولوا لك امرأة حديدية، هل من خلال أدوارك ولا امرأة حديدية حتى
في حياتك اليومية؟ حبي الحقيقة؟ الحقيقة أكيد. سقسي عتيقة. يوميا لاتشيغ النوال. اه امرأة حديدية في حديدية يوميا كما تشوفيها في ليكرو كما قدامك. أنا خديت المسؤولية وأنا صغيرة. نقدر نقول أنه جي با يو دونفونس يعني. لماذا؟ كان لازم ما نعرف أنا شفت الأمور ما هيش ماشية كما ينبغي وخاصة أنه إحنا يتمنا وإحنا صغار يما سما توفى بابا وصابت روحها يعني أمام الأمر الواقع كان لازم تربينا تكبرنا يعني مع أن الوالد الله يرحمه خلنا بيت وشقة يعني خلانا الخير ولكن المدخول كان قليل وكان تاخذ المها لاغوتخات تاع بابا دونك انا كان لازم عليا اني نساعد الام تاعي ما حملتش نشوفها في هذيك الحاله دونك خديت المسؤوليه وانا صغيره وهذا اللي جعلني نوعا ما في الادوار امراه حديديه. اذا نوال زعتر بديتي ربما مجال التمثيل وفي عمرك 17 سنه يعني هل اليوم نوال زعتر تشوفي انه المعايير تغيرت لانه في بدايتكم كنتوا تقولوا انه حنايا كنا في الكشافه كنا في المخيمات كنا عملنا المسرح في المدارس ولكن هل تشوفي انه المعايير اليوم تغيرت باش يخيروا الفنانين اللي يمثلوا في الانتاجات اللي راهي موجوده حاليا يعني كالي يقول لك نشوفوهم شحال عندهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالي يقول لك ربما لانه انيقه تلبس مليح يلبس مليح فندوهم لادوار هل تشوفي انه المعايير تغيرت بين أكيد. جيلكم والجيل الجديد اكيد تغيرت كثير وزيد نقول لك انا انسانه ما عنديش انستغرام انا ما حاطيني الفيسبوك وهادو والله انا انسانه عمليه عندي اموري عندي اعمالي غير الفن يعني انا ما تكلتش على الفن والا راني حالتي اذا انا كنت لاحظت ونكثر خير ربي اللي اعطاني ذكاء وعرفت بلي الامور ماهيش ماشيه كما ينبغي التفت للجوانب اخرى وين نقدر نعيش براحه وسي ليجيتيم ماذا بالنسبه للتغيير الوضع الفني اكيد متغير بزاف دوك نعطيك نحو الأسوأ مش نحو الاحسن بمعنى نحو الأسوأ دوك نقول سيده نوال زعتر ايه لان كنت درت لقاء على المباشر في احدى القنوات ما كان نذكر المهم في رمضان هذا كانت سالتني قالت لي لماذا اعمالنا ما تخرجش خارج الوطن يعني تبقى في الحدود حبيسه الجزائر قلت لها يعني شيء مؤسف أننا في العام 2020 وما زلنا نتساءل لماذا الأعمال تاعنا ما تخرج تبقى في الحدود تاعنا يعني ما تخرج مع أن كل البلدان العربية ومنها تركيا سوريا ليبيا كل البلدان تونس المغرب كلها احنا نشروا الانتاج تاعهم ويتعرض في القنوات تاعنا صحيح وحنا ما احنا احنا ما نعرفوش نعرفوا نشروا ما نعرفوش نبيعوا ما نعرفوش نبيعوا ما نعرفوش نسوقوا قالت لك ولماذا وانا نزيد نقولها حاجه مهمه جدا لان انا في 78 عملت مسلسل زينه بعد ريح الجنوب في 78 ريح الجنوب في 75 وعملت عده انتاجات نعم. والتحق بالمسرح الوطني يطول شرحه بعدها مسلسل زينة في 78 وتعرض في ليبيا في سوريا في كل البلدان العربية وكانوا هما ما ينتجوش كنا احنا ننتجو بصح سيده نوال زعتر يعني التكنولوجيا موجوده في الجزائر الانتاجات كاين في الجزائر علاش رانا نروحوا الى الأسوأ يعني قلت لك يعني انا هذه ما نقدرش نعطيك الجواب يعني الدقيق لان عوامل كثيره داخله في هذا الشيء مرغوب فيها او لا هذه ساغاست ابروفي بصح الاسانسيال انا نقول لك باللي من اكثر من 40 سنه خرج فيلم مسلسل تاع زينة وتعرض انا عندي اهل في سوريا جاوا بعد ما شافوا المسلسل عجبهم كثير هما كانوا ينتجوا في وقتها الا نجود ولكن الان هي مسلسلات سورية نعم بمعايير فقط وحنا ولينا الوراء
اذا قلت لك جاء هذا السوري وقال لنا والله انا حبيت نجي، هو من اصل جزائري، جيت لان تعرض عندنا مسلسل وفيه بنوته تلعب فارسة وتضرب سيف وتركب خيل. قالت له خالتي ما عرفتها يا رضوان، قال من بدي اعرفها ما بعرفها. قالت له تعرفها بنت زينب، ايه صارت ممثله. يعني حتى السوريين كان الجينيريك مجرد موسيقى داروا عليها غنيه ونتذكرها مليح، وجاب لي الكاسيت ويقول لك زينه لبست خلخاله وصارت تتباهى بحالها وقالت للخيال نزال الخيل بدا خياله. يعني شوفي المستوى اللي كنا فيه من اكثر من 40 سنه. هذه صادونا غيفليش. اذا نوال تفضل كريم. جوستومون اون بارلون تاع بلي كيما مسلسل زينه اللي خرج وسوقناه وخرج للبلدان العربيه كما قالت استاذه نوال زعتر، اكان مومون استاذه قلتي بلي الفن في الجزائر ولا بار اكزومبل كيما نقولوا احنا الانتاجات تاعنا ما نقدروش نسوقوهم ولا ما نقدروش نخدموهم. اكان مومون كيما سمعتك دونك قلتي في 78 ايتو كانت الحاله مليحه، دونك اكان مومون دهورت الحاله واش ملاني ولا واش مليزاني. هل تشوفي انه ربما كريمو راهو يقصد كاين دخلاء على الفن في الجزائر؟ بزاف. شوفي انا كاينه ظاهره هذه اللي خلتني نبعد عن ليه هي؟ نبعد عن الوسط، ما عادش يهمني، ما بقاش حاجه اللي تحرك لك المشاعر تاعك، يعني تخليك تحبي المهنه تاعك وتجي تخدمي، وخاصه انك في كل مره تتلاقاي مع ناس جدد لان تعرف المخرج، لان تعرف المنتج، لان سبونسور اقترحها. كاين فنانات يقول لك نعطي لها مليار ديها في الفيلم. يعني سي دي كونتاكت نوا سي دي كونتاكت. بصح انا نخمم على الـ على الـ على الفن في بلادي، ما نخممش على فلان وفلتان لانه ما عندوش واش ياكل ندخلوا، لا ما عندوش ياكل نعطي له واش ياكل اخويا. ما ماشي سوسيال. ياك ماشي سوسيال. ماشي سوسيال، يا با سوسيال، يا با سوسيال في الفيلم. ما كاينش سوسيال. هاي نوال هو يقول لك نجيب وحده ربما سبونسور يتبعها عندها 300 خلاص ما دخلنا في السيرك فيسيو. نعم. في هذاك الوقت اسمحي لي نيسا، في هذاك الوقت ما كانش انستغرام، ما كانوش لي ريزو سوسيو باش تدهورت الحاله هكذا. وشنو هي باريس فوالا دونك كيفاش حتى كريا وبار اكزومبل باليش انا بالك اون مافيا تاع لوديو فيزيوال اللي تكري اللي تمبوزي ناس باش يلعبوا. دوك كاين منهم بزاف. انا سمعت انا نسمع كيما تسمع انت كيما يسمعوك. بصح نورينا لانه لما جاي من عند نوال زعتر ربما هي عندها بصمتها في الفن في الجزائر، فاحنا ما نقدروش نتكلموا امور ماناش من اهل الاختصاص. انا قلت لهم واحد الوقت يعني درت لقاءات وفي كل مره يستجوبوني ويسالوني هذا النوع من الاسئله. قلت لهم انا كل ما يموت مخرج نموتوا كاع معاه. والله غير صح. لماذا؟ من اللي راحوا القدماء هذوك؟ هذوك قدماء صح، مثل فزاز. نعم جمال بسير الباح اللي مرضوا. لبسير الله يرحمه. لبسير الله يرحمه. لبسير كاين مخرجين، كاين محمد سليب رياض، الاخضر حمينه، حاج رحيم كاين مصطفى بدر، كاين كان نشاط كبير وكانوا الناس اهلى. قلت لها لا ديغنيغ فوا الانسه كانوا ناس سورتو فزاز، انا اللي تعاملت معاه بزاف. الله يرحمه. فزاز عده مسلسلات. كان مره والله كانت ممثله مسكينه تدهورت بها الحياه ولات محتاجه وكذا، ما كان لها نقول الاسم، ربي يرحمها مرضت وتوفات. جات ليا كنا نديروا في فيلم، هي خدمت من قبل وحبت تزيد تخدم، جات في حاله مريضه وكذا، قالت لي ناوي قولي له ما بغاش يديني للفيلم. رحت انا قلت له جمال، غاضتني سي نورمال احنا عندنا قلب. قلت له جمال، قال لي خلاص نوال على بالي، راح تقولي لي على فلانه والله ما عندي دور ليها، نعطي لها باه تاكل وتشرب بصح ما نقدرش ندخل. شوف فؤاد زاهد حكى لنا يونانيكدوت تشبه لهذا الشيء. يعني جمال فزاز قلت لك فؤاد زاهد حكى لنا يونانيكدوت اللي تخص فنان واحد اخر سي ابي بري واش كي تهضر انت. دونك جمال فزاز ربي يرحمه كان اللي كان تخي بروفيسيونال كان على باله واش كان. انا شتيني بزاف عتيقه، يحبني بزاف ماشي كشخص ولا كممثله في العمل، في العمل ملتزمه ويتكل عليا ونعطي له لابون ريبليك ويجي لي جيني يحبني. بصح لو كان ما عنديش دور والله ما يمدهولي. انا وين زعتر يعني كل واش كي تتكلمي عن الفن في الجزائر، هل هذا الشيء يعني اللي خلى حقيقة نوال زعتر تقول أنه ما يشرفنيش نكون ممثلة في الجزائر؟ وصلت أكيد توصل. ولا قلتها كنت غضبانة. أنا زعفانة.
اذا هذا الشيء اللي خلاك تقولي هذا هو الشيء. ماشي قلتها ما كانش لازم نقول ما شرفنيش لانه بلاد بلادي وانا من الممثلات الاولات اللي انا كي خدمت لريح الجنوب انا اللي فتحت لا كولور. انا كي درت ريح الجنوب جاني بوكيرش تعرفوه ديريكتور دو فوتو مدير التصوير راحوا كانوا يحمضوا لي بوبين في, 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 في المهجر راحوا وجا وقال لي نوال قلت له نعم قال لي مبروك عليك قلت انا واش ربحت انا وقال لك ربحت قلت له غير الخير واش كاين قال لي الفيلم تاعك راح يكون اون كولور قلت له علاه واش كان راح يكون واش كان راح يكون ما كنتش انا في اول فيلم ليا ما كنتش نعرف ميم با انا باري فوتو سكو سي الوغ نتورني فيلم بطوله او برينسيبال رول مع محمد سليم رياض قال لي راح يولي اون كولور انا فتحت لا كولور في الجزائر تصوري باللي انا نوصل نقول هذه الكلمه اللي هذا حبينا يعني تمدينا رد على يعني كانه الفنان اليوم مقهور وحنا احتفلنا بيوم الفنان اللي كان المصادف للثامن والله ما نامن بيوم الفنان لماذا لان كاين عوامل باش يكون باش نوصلوا العيد العيد هي تكميله لعوامل كثيره تكميله لاعمال فنيه تكميله العيد وش هو العيد وش هو العيد؟ كي نصوبوا شهر رمضان العيد ربي يجازينا يجيب لنا العيد الصغير علاه؟ ربي يجازينا على صيامنا وعلى قيامنا وعلى كذا وعلى اذا هو بعتنا. مجرد يوم نوال زعتر 8 جوان انا كنت رافضه باش نهضر على هذا اليوم باسكو واش تهضري هذا اليوم؟ واش كاين باش تهضري على هذا اليوم؟ اسكو الاعمال تاعنا راهي تتصدر للخارج؟ اسكو عندنا سينما حقيقيه؟ اسكو قاعه السينما محلوله؟ وعلاش يهملوا ليزونسيان؟ قال لك اللي فات قديم وتاع اللي ما عنده قديم ما عندوش جديد ما عندوش حاضر قطع هكذا الصيلة قطع شجرة من جذورها تعاود تنوض ما تعاودش تنوض يفوك نعرفه يفوك الله يهدينا الله يهدينا إذا ما كاينش أيادي وناس ما يهمهم ما يهمهمش هذا الوسط ما يحبوش كيما نحبوا احنا أنا باش وصلت نقول ما يشرفنيش أني نكون فنانة صدقيني أنا بغيت أعتزل قلت أنا واش راني نكمل ولا غير لا ديغنيغ فوا قالت لي قالت لي نعتزل قلت لها سميم الشيطان نوال قلت لها لا لا لحقتي الوقت تاع اليوم لا تما لا كارير تاعك كاع اللي مديتيها لا ديغنيغ مينوت تقولي نعتزل حقيقة وقت لحقنا فتنا 60 سنة باش لحقنا على كل حال مي كومان كي لحقنا ما صبنا والو سي لوكازو كي توصلي ديري خمسة ولا ست أفلام وما تخلصيش عليها وتسمعي الآخرين يدوا بالملايين ويجيبوا دو باغدي يقولوا لي مليار واش تبقى لك تقعدي في هذه البلاد واش تبقى لك تديري الفن نقول لك صح أنا وليت ناعية أنا تعبت أنا رفضت واحد ثلاث ولا أربع مسلسلات في رمضان هذه لماذا؟ كورونا يعيطوا لي في الكورونا انا يعيطوا لي غير انتي بال انا باش يلاقوا بيا برك كيف راني مريضه انا نجيب علاج نوال زعتر هل تشوفي انه المال فسد المجال الفني اليوم في الجزائر؟ احنا كنا نخدموا بخاسك باطل انا شحال خدمت الوصيه شحال خدمت دحمان باركات وعلى عبالك رفونا شحال خدمت لو فون دي سيت شحال خدمت مسلسل زينه اللي ركبت في الخيل وضربت السيف وضربوني هنا وفجروني سال دمي وما عوضونيش مام با يعني تجي يوجعك خاطرك كي تجي توصلي لهذ المرحله لهذا العصر وين التكنولوجيا كيما راك تقول وكل شيء ماشي عبز يصير وين يهمشوك زعما تيك انت خلاص راك قديم راك كبير علاه علاه على هذا الظلم ظلم ظلم والله ما يرفضوا راسهم ما دام يظلموا اذا نبقاو في هذه النقطه من بعد نعاود نولي لعتيقه طوبال واكيد كريم ودراجي حتى نتكلموا على الجيل الجديد اللي هو حتى هما راهم يعني عندهم كلهم طاقه ايجابيه كما كريم ودراجي اللي ربما نشوفوه في ادوار مهمه جدا فلما على بالي في الكواليس قال لي نوال زعتر راهي لهنا يعني هذا شرف لينا كامل انه نتقاسم معاها بلاتو فمن بعد نتكلم على الطاقه الايجابيه اللي راهي صاعده نعاود نولي للعمل الجمعوي اذا جمعية أنيت اللي عندها نقدر نقولوا 28 سنة باختصار عاود ذكرنا بهذه الجمعية اللي مهتمة بالتريزوميا تريزوميا اللي هما جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري تفضل سيد هلال السلام عليكم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله الجمعية تاعنا تأسست في ديسمبر 1992 من طرف الأولياء تاع اللي عندهم ولادهم دي تريزوميك
صافي 28 عام الجمعيه راهي تنشط. النشاط تاع الجمعيه هو التكفل بالاطفال تريزوميا 21 من صيف لصيف، من سن الصفر دو زيرو اج حتى ل 18 عام، حتى ل 18 سنه من صفر اج حتى يعني ملي يولدوا من نهار يزيدوا صافي يدير البابا نهار يزيد عنده تريزومي كيقدر يجيبوا للجمعيه. الجمعيه بون الناس يقولوا زيرو اج كيفاش تكفل بزيرو اج؟ هو لو بليز امبورتون سي لي بارون ديبي سي لي بارون، يعني لازم حتى يتقبلوا الاولياء انه عندهم يكون عندهم قابليه على واش عطى لهم ربي سبحانه. الور ابارتير دو لا يبداو سي نورمال حتى لاج دو 4 اون، من بعد يقولوا يعلموهم النطق وما يشبه ذلك، ومن بعد دو 4 ا 6 اون يقولوا يعلموهم كيفاش يكونوهم باش يدخلوا للمدرسه. يعني لانيت تتكفل سي دي بالي داخل جمعيه انيت، يعني من الولاده من بعد. سي ان بروجي كو لي بارون كي اون كري لاسوسياسيون اللي داروا هذا البروجي هذا بلي زيتاب سي نورمال، باسكو ان اونفون اللي ما يديرش لوغتوفوني صعيب عليه باش يتمدرس، ماشي سهله. غير الا كانوا عنده دي بارون فريمون يسون تابت باش الور سي بوكو بلوس هاديه. وعندنا قلت لك دو 6 اون دو 4 ا 6 اون يبداو يتعلموهم شويه بالحروف وباش يلحقوا الوقت المدرسه باش يدخلوا المدرسه. وحنا باش يدخلوا المدرسه ما يدخلش ديريكت، لازم يدير ان تيست الا كان عنده القدرات باش يدخل سينو يروطارديو له الاخر. ايه وعندنا من 6 سنين حتى 13 سنه يقراوا في دي سيكل سكولير. كما على بالكم سي دي زونفون كي سون طون لون ابروندر. كاين بعض البلدان يقول لهم الدراري اللي ما يستعبوش تمتم الاخر. الا كان ان اونفون نورمال اي بو ابروندر في دون زين اور، ان تريزومي كي بو دون بالك نص نهار بالك سا ديبون. ايه ول سانز اوبلي باش قبل ما ننسى، عندنا هذا العام اللي فات عندنا 21 ولد بارمي لي 23 كي اون باسي لور 5ييم كي زون اي لور 6ييم. جميل جدا هذا الشيء. العام اللي فات هذه وهذا العام ثانيك، هذا العام ثانيك يعني نقول لك نهني يعني المؤطرين والاولياء نعم المؤطرين والاولياء تاع الاولاد هذو. عندنا كاين سبعه الله اعلم سته ولا سبعه اللي داو السنه الخامسه تاعهم ونذكر اسماءاتهم معليش. يعني عندنا ابو عبد الله صوفيا او دخل في الايديكاس مباشره عتيقه. نعم ايه ابو عبد الله صوفيا هادو كانوا يقراو في المدرسه تاع دار البيضاء زاو شيق الدور. ابو عبد الله صوفيا بوكرت منال يانود وسيم قليل نسرين بن فله وفاء رحموني اسلام. جميل سيد هلال، من بعد نعاود نتكلم معاك فيما بعد. الحجر المنزلي عرفنا انه العالم الكل تعطل بما فيه الجزائر، يعني كيفاش اطرتوا هاد يعني اطفال تريزوميا عن بعد اللي هو شيء مهم. نعم. اذا نعاود نولي لهبه. هبه باختصار الفنانه، واش من نوع الموسيقي اللي توجهت ليه هبه؟ هل هما الان سي دي روبريز فقط ولا عندك نوع موسيقي اللي راكي حابه يعني تشتهري به؟ Alors c'est vrai que درت دي كوفر دي ريبريز باسكو نحب نحوس في التراث الجزائري تاعنا، هذوك لي فيي شونسون اللي فيها مشاعر شباب معنى كلمات شابين. اي جو مو دي كو بور لي جون لازم شغل لازم تقعد هذيك الاعمال تاعهم، مي شغل كيما نقولوا اون ميزا جور ما نبدلوش فيها بزاف، مي نخلوا الروح تاع لا شونسون. فوالا اكزاكتومون اي جام بيان فير سا. وفي ما يخص لي كومبوزيسيون تاعي راني نخدم في ان البوم ان شاء الله. سيارة النور قريب ان شاء الله. ان شاء الله دونك جو فودري فير فريمون ان ترافاي دو ريشيرش تو لي بويم عرب اندالو ولا كابيل كي بارل دو لامور اي تو سا. دونك شغل واحد يلدينيش هكذا فايس مبرين يمسحهم بيان اي فوالا. اي سينو ودخلي عليهم ربما يعني حتى في الالات الموسيقيه ربما تكون عصريه مع المو
المحافظه على التراث. اكزاكتومون سي سا سي سا. دونك كوم ندير لا برودكسيون ميوزيكال نحب نعطي لمسه مودرن للموسيقى تاعي. حاجه مليحه مام هضرناها ديجا لا دانيير فوا نيسا. يا دي يا دي دي شونتور اللي نقدروهم ايتو مي حقا مومو وين ما ولاوش الناس تبعهم وما يقول لك علاش ما ولاوش الناس تبعني علاش مانيش كيما نقولوا حنايا لا باج ايتو. دونك سي فري يا اون جينيراسيون راهي جايه لا جينيراسيون هذه ماش حتوبليجي باسكو الودن غالب شغل كل عصر وعصر. دونك يا دي جان اللي ما يقدرش بالك احنا نسمعوا يا دي جان يقول لك انا ما نسمعش انا نحب موسيقى عصريه. دونك حاجه مليحه كي تكون موسيقى يعني قديمه ويدخلوا لها دي زانسترومون جداد ايتو دونك تولي تمد يعني لون جديد. احنا فرحانين بكريمو في الموسيقى يعرف يعني يسمعوها قدام ويسمعوها اكزاكتومون. اذا الدبوكا حاضر في الغناء حاضر ناضر بالبافات دوك ولا تمشي بالنواضر حاضر ناضر بالكمامه. اذا سيارة النور هل امكانيات خاصه ام هناك دعم يعني عندك منتج ربما له ياثر في هبه؟ نو با بور لو مومون لانه حتى الاموال نتكلم عليها فيما بعد لجمعيه اني تفضلي. نو صراحه با بور لو مومون انا راني بون كوم انا ننتج الموسيقى جو في لا كومبوزيسيون ميوزيكال aussi pour l'image et tout donc خدمت في هذا المجال دونك عندي لو ماتيريال تاعي اي تو سا مي فوالا دونك بور لو مومون راني ندير صادير الافكار تاعي والاغاني اللي راني حابه نديرهم كلمات لي ميوزيك لونيفير باسكو كلش كل فنان عنده لونيفير تاعو العالم تاعو اذا قدرتي تكوني هذاك العالم تاعك واش راكي حابه تعطي صوره واش راكي حابه ديري كوم ميوزيك ومن بعد لا فاز تاع لا فاز فينال تاع البرودكسيون اي تو سا والانتاج هي اللمسه الاخيره حتى يكون العمل سي سا. هبه قولي لي شكون هي الممثله الالهام ربما كيفاش بداك ممثله ماشي ممثله ولكن مغنيه ولا مغني مشهور في الجزائر ولا حتى خارج الجزائر اللي لما تشوفيه تحسي انه لا سين راه موجود في الكتابه المعاني الاغاني؟ En fait, صعيبة هاد لاكيسيون باسكو أنا كاين شاك مغني ومغنية يأثروا فيا ديفيرامون. عطينا هكذا باش نشوفوا وين راكي تدوري النوع الموسيقي. مي سي فغي كو أنا بزاف نتأثر بالموسيقى الأندلسية. الحوسي اي تو سا شيخ الغافور نحب تاني كوتي است قسنطينة الفرقاني تو سا فضيلة الجزيرية سا سي لي باس بوغ موا تاع لا ميوزيك ديالنا اي تو سا يدير الله يرحمه تو سا تو لي غران ارتيست. وجميل جدا انه شابة تتكلم على كل هاد لي ريفيرونس تاع الجزائر للمحافظة على التراث في الجزائر. اذا مشاهدينا الحديث راهو شيق جدا نروحوا لفاصل اشهاري نعاودوا نوليو معاكم بالموسيقى ونكملوا الحديث مع الفنانة المتألقة نوال زعتر نتكلموا على الجمعيات وحال الفن في الجزائر وكذلك توفيق بدني راح يعلقنا على أحوال المستشفيات في الجزائر. فاصل ونواصل. اي نايض مخلوع راسي دورو عطشان مانيش كاع مليح الله يجيب الخير نمت باللي راحت لك كونكسيون قاعد في الدار ما عندي ما ندير تشاك ان وين غادي نشوف كاع لي سيري ندير الروب لا مازالني على ديداني انستا فيسبوك تيك توك اجوتي موا اغوباس الحاج اوفيسيال تشاك ان وين كاين بوكو سوربيز تيليشارجي لابليكاسيون تو تويت تشاك ان وين شركة مزيان كاين جيزي سيرفي في النار كيما بغيت وبروفيتي تيليشارجي تطبيق جيزي شيكي اربح للجيجا وبزاف هدايا اي دايما كارها حياتي في الكوزينه نفس الروتين باغي ندير حاجه جديده عندي اني ديمي خصني كونيكسيون جارتي حكات لي على واحد لابليكاسيون مالا انا غادي ندير كاع لي روسيت محمر ومشوي وشطيط حاجات تشاك ان وين باش نربح لي جيجا ونبارطاجيهم كاع في اليوتيوب تشاك ان وين كاين بوكو سوربيز تيليشارجي لابليكاسيون تو تويت تشاك ان وين شركة مزيان كاين جيزي سيرفي في النار كيما بغيت وبروفيتي تيليشارجي تطبيق جيزي شيكي اربح لي جيجا وبزاف هدايا ما حد راه طلت ما نسرجع حرم زلالة باهية بزين مخنت بقوامو والحسن الف عيا خايف تخار ما عند ريت تسع تعنتني يا عشاق صرت من وجدينا تا
تما والنادي ما مشوقي ولي عتي قلبي هاش غرامو حين دارت الكاوية ليلي دعجات ليا قلت لها يا هيفا هواك جار عليا حرجا بالقوم وهاسكر ساقلي نادي عني بالطامو حين دارت الكاوية ليلي دعجات ليا أنا يا في هواك قلت ليها والفي مريم شفقي من حالي يا لبهي يا تسسم هوانو إن دارت الكاوية ديدي دعجت ميام بعد من الساعة يكون حرار استانا جا في الموبر والمسار كل زيمته والقدامه وبعد من الساعة يكون تاجر هندي عضا في الحرير وعسل يشتهد ضحكة الويامه بعد من الساعة يكون رايس بحار مضلة راكب فرقة تعيموج فوق صخار وتلطامو إذن نعود نرحب بكم أنتم مشاهدينا رانا نتكلموا على مجال التمثيل للفن في الجزائر الجمعيات كذلك الطاقات الإيجابية اللي راهي صاعدة كذلك عندهم حق في الجزائر كريم ومصباح وانت وشك حاب تقول صباح الله يروش لا لا ولا غير بون بريميرمون أعطيها الصحة هيبة خيبة الفوا بري مام الغنية هذه كي تغنيها يعني في لي نورم ديالها و الي ديفيسيل دونك باش تزيد كومبوزي عليها وتخدم حاجه جديده دونك يعطيك الصحه يعطيك الصحه ميرسي جوستومون مقبل باسكو استاذ توفيق بداني واش بيتو توفيق بداني استاذ توفيق بداني باسكو ما ناول باش كي تجي في الطريق لازم لها شوفر دونك باش يجيبها ابري ما توفيق بداني شغل طريقو دونك لا برود قالت له اسكو تقدر زعما تقدر يعني توصل معاك جيب يعني جيب معاك ناول كي ركبت معاها شاف في هذا وشاف بالحطه ومنا شغل حارت قالت له انت شوفر قالت له والله غالي شوفر حسب شغل لي شوفر تاع ام بي سي تاع الجزائريه عندهم لي شوفر الجزائريه عندهم لي شوفر كيفاش عطيت تحكي لنا على هذا جداني الله يبارك قلت له اللهم صل على النبي طالع الفوتو ندمت لي ما جيتش كي قالت لي العام كنت الجزائرية مستوى هو راني نراطي وبعد بدأ يقصر قلت له صح انتم لي غوتشي بعد بدأ عمل لي النبرة تاع الضحكة فهمت قلت له واش تكون انت قال لي انا كذا وكذا قلت له حسي يعني ولا لا معليش معليش حتى سائقين نولولهم تحية لا لا بالرغم من تحية وهي كانت أنيسة كانت بالرغم من أنها شافتني شوفر لكن كانت متواضعة كانت تدي وتجيب معايا في الحضرة والجو فيا والعكس
سخنا في الحديث وهضرنا واش هضرنا دوك في الجزائري يعني. ايه صحيت ناول هو جيلي بارمان دقه بيضاء يعني مليحه يعني مستوى عالي. لا 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 الكلام تاعو لا فاصون dont il conduit sa voiture كاين كاين حاجات اللي نفهموها كمان نحسوا بها لازمنا مازلنا نتبع. لا لا اكيد اكيد سيده نوال زعتر نمدلك صوره يعني وحتى نكملوا في السياق اللي بدينا به البرنامج تمدلي سهام سكريبت هاد الصوره حتى نخلي سيده نوال زعتر هي اللي حتعلق لي على هاد الممثله. تتفضل سهام تمدلنا الصوره فقط. إذن الممثلة أنيسة قديري اللي راهي تعاني تعاني في صمت يعني قالت لك ما عنديش حتى طبيب يجي لعندي للمنزل ويداويني يعني فراهي تناشد السلطات حتى تاخذها يعني ويعني تتكفل بها ممثله معروفه كذلك اللي جوزت يعني مجالها في الجزائر وما كاش تكفل بالفنانين. قبل كل شيء احنا نقولوا ان شاء الله ربي يشفيها امين يا رب العالمين ويرفد الضر عليها وعلى كل المرضى سواء بما يخص كورونا او غير كورونا يعني وبما يخص المعاناة يعني ما هيش هي الوحيدة اللي تعاني راهم كل الجزائريين يعانوا راهي المعاناة في كل المجالات والفنانين قاع يعانوا واش تحبي نقول لك أنا يا بون سي فغي أنا صادفتها مرة أو اثنين ما خدمناش مع بعض عمري ما ولكن شفتها في بعض الكليب شفتها يعني نتجت حاجات واش تحب نقول لك هي ماشي غير هي يعني كل الفنانين لازم ياخذوهم بعين الاعتبار ويتكفلوا بالمعالجه تاعهم سواء الفنانين او مواطن اي مواطن جزائري حقها كمواطن اي مريض قبل ما تكون يعني وحتى شعبنا ربي يهديه يعني مادا بينا حنايا نتوعاو ونرفعوا شويه المستوى وننقوا لرواحنا ونعقموا القلوب كما يقولون ونعقموا القلوب نعقموا القلوب لا القلب راها اذا قل لي كريم الدرجي لما تشوف ممثله كما نوال زعتر اللي تعاني ويعني راهي تتكلم على حاله الفن في الجزائر السيده كذلك انيسه قديري اللي راهي تعاني في صمت يعني ك شاب ممثل موهوب اللي رانا نسناو انه راح يكون عندك مستقبل في هذا المجال يعني واش يحس كريم لما يشوف هذه الامور بيان سور انيسه هي بريميرمون حنايا كيما نقولوا حنا كوم كيما نقولوا ديجا كوميديان ولا ارتيست ولا حاجه الاولى سي حنايا لا سورس دانسبيراسيون تاعنا سي هما دونك كيما نوال زعتر كيما عتيقه كيما لي زونسيان هذوما سي نوتر سورس دانسبيراسيون هذه حاجه الاولى ابري كي تشوف نتايا فنان بقيمه كيما هذه ويقول لك باللي حنايا خدمنا ايتو وكان حاجه يدغي لك سيك جاز على كيما نقولوا حنا البلاد هذه وقت وين كيما كانت تقول من قبيل كانت تسويق تاع الاعمال وكانت اعمال وكانت النيه وكانت نخدموا ابري دوكا حنا لحقنا اون بيريود اللي حنايا لحقت كيما نقولوا حنايا كيما نقولوا حنا الداله تاعنا ولينا نشوفوا كيما نقولوا حنا تدهور في هذا المجال تغيدني انيسه وكيما نقولوا تجيك في بالك بين ذاك نكون راقد هكذا نقول هكذا بصغري نقول بالك حنعتزل دونك واش انا حاب نقول لك ابري 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 ان كوميديان انا بور موا كيما نقولوا يفوت توشي ا تو لازم تقيس كلش كيما انايا درت لا فورماسيون تاعي تاع المسرح ابري لقيت باللي يا دي كيما كانت تقول نوال من قبيل يا دي برودكسيون وين يعيطوا لفلان وفلان ويخلوا دي جون دونك جي توشي دوطر تروك وين درت دي فورماسيون تاع سيناريو دخلت في لا برودكسيون اوديو فيزيوال دونك باش كيما نقولوا حنا توسع المجال تاع باسكو كان خدمه وكان كاين انتاج تلفزيوني علاش نريح كوميديا وانا نخدم تخصص نخصص فيها بور اندر كوميديا مي فوالا مي حاجه لي بار اكزومبل اللي خلات هذا كيما نقولوا حنايا الواقع هذا اللي راهو دوكا سي كي يا مونك دو دي زيكول باش ما نقدرش تكون طبيب بلا ما تكون عندك اون ايكول باش تقرا طبيب دونك حنا عندنا مونك ديكول سواء في بور اتر كوميديان اي سورتو
pour les techniciens et pour les pour les réalisateurs. خاطرش الرياليزاتور هو كيما نقولوا لو كابيتان دو بور هو رائد الرحله. دونك ما عندناش دي زيكول باش نفورميو دي غراند رياليزاتور ولا رياليزاتريس. هذا ما نتمناه للجزائر. نعم حبيت نقول يعني نكمل الكلام تاعو. راك تقول باللي لو كان جيت مرتاح ماديا كنت تتخصص. يعني نتخصص نقعد غير ممثل يعني. فوالا تخدم ممثل هكذا بالنسبه ليا. نفس الشيء. هاوليك الشيء اللي دفعونا ودفعوا دفعوا انه في الجزائر ما كاش تخصص لانه الاحتياج والانسان لازم يعيش. انا قلت لهم واحد الوقت قلت لهم انا حسيت باللي الحاله ماهيش ماشيه نورمال ما انا التفت لجهه اخرى خاطر سنوات تمشي وهاي وين يوصل بنادم يوصل المريض يوصل يطلب يوصل على نوصل نطلب انايا عيب عليا بصح من بعد تولي هوايه يعني تولي هوايه ونزيد نقول نكمل واش قالت واش على الكريم لا لا جون نعم شونتوز الله يبارك ونشكرها اداء وصوت ان شاء الله تصيبي مجال مفتوح وتساهلات ما رغم ان عندكم تساهلات دوك نقول لك فاش انا لاحظت شيء انه هما عندكم راكم في عصر التكنولوجيا يعني بلاتفورم يعني تساعد كثير كل شيء بالقسم يعني حتى احنا كي كنا في الراديو في قسم التمثيل للقناة الاولى اللي قضيت فيها 36 سنه خرجت تقاعد كنا كاع كل الفنانين اللي تشوفوهم في التلفزه الجايمي عبد النور شلوش مع الاول باهي فضاله النيها طراد عمار يوسف ريح والاذاعه مدرسه جماعه كبيره كلهم جازوا من وحنا قلنا انه لما خرجت وراحت للتقاعد من الاذاعه نوال زعتر يعني مردودها راح يكون اكبر ولكن العكس هذيك اللي طمعت انا كنت نفكر هكذاك قلت نرتاح ويكونوا الافلام نتفلغ لاعمال لان انا كانت عرضوا عليا افلام كبيره في في مصر وفي سوريا وما قدرتش نخدمهم لا خاطر بحكم العمل كنت عامله شهريه شهاره ما نقدرش نغيب قلت معليش بعد التقاعد نعم وبعد التقاعد كنت حبيت نكمل الكلام تاعي انه حنا في القناه الاولى كنا ما كان ما عندناش هذا الثروه اللي راكو عندكم عندكم في الفيسبوك اي صوت تعبزوا تجبدوا اي اغنيه مؤثرات صوتيه كنا نديروهم بلساننا نديروا حتى تاع خشب كنا نديروا تاع اي حتى الحيوانات كنا نديروهم بفمنا كنا تعبنا كنا نخدموا كان يندار بويتاج المؤثرات الصوتيه كنا نديروها كاع بفمنا نقدموا الميكرو تقنيه في شوفي تصوري لاي درجه كنا نتعبوا وتعبنا كنتوا انفيستي باسيوني باغ لاغ تاعكم كان نيها كنا نيها هذا الله يرحمه ديدي باراتشو ديدي باراتشو في دار السبيطار بيان سور اللي تي باسيوني دو ميكرو دو لا راديو يجي مسكين يجيب المباعن من دارو يدير البغيتاج يجري وكاين الجماعه يضحكوا باسكو خالق جو في الاستوديو دونك تعبنا وخدمنا وفي اخر المطاف تلقاي ان سبونسور يقول على ممثله بدات البارح احنا كنا نخلصوا زوج فراك يقول لهذاك تاع الفيلم تاع الباي اللي يلعب فيه دو باغديو يقول لهم ادوها نعطي لها مليار نخلصها مليار تم قلت انا نبطل والله قال لهم نمد لها مليار ادوها والله ما تعرف تمثل مثلت مع وحده تونسيه ما نذكرش الاسماء قالت لهم هذه ممثله عندكم انتوما نوال زعتر اسمحي لي نشوف باللي كاين وشي تقول باللي انا كي ديت لا روتريت كنت طامعه نخدم خير وخير كاين مخرجين مع احترامي لكاع المخرجين كاين مخرجين بالك يشوف اون فيبلاس في روحه وش يقول لك يقول لك باللي يا دي كوميديان كونسومي دي كوميديا كونسومي سا فو دير يا دي كوميديا اللي شفناهم بزاف والناس كاع شافتهم دونك البريفير يجيب كيما نقولوا حنايا بديل باش يكون يعني العامل يعني يكون كيما نقولوا عنده صدى اكبر واش تقدر تقول لنا يعني شوف هذا اللي يقولها هذا ما يحبش بلاده ما يحبش الفن تاعه وماشي فنان اصلا هذا ما يستاهلش تقول عليه منتج ولا مخرج ولا تقني ولا هذا ما عنده حتى علاقه مع الفن
لأن يفكر في هذا نعم المنطقة هذا يعني خاطئ. خاطئ. سيد نوال زعتر نفس الموضوع جيرار دو باردو كانوا عندي ممثلين ساهموا وشاركوا في هذا العمل، لما احنا سألنا علاه جيرار دو باردو بالضبط، علاه بهذاك المبلغ المالي اللي بور كلكو سيكونس يعني يعني لما تجمعيها ما كانش يعني يوم واحد تاع عمل وبهذاك يعني المبلغ، قال لك انتم راكم مازالكم منحاصرين وفوز دي كومبلكسي. قالوا نحن كصحفيين قال لك والتمثيل ما عندوش حدود، فاليوم واش صح ما عندوش حدود، واش تقدري تقولي لنا على جيرار دو باردو لما تكلمنا عليه الان؟ انا ماني ضد لا جيرار دو باردو، انا راني مع بلادي، انا غيوره على بلادي. انا مدابيه المستوى كان يعطيت لك مثل حي على الافلام اللي كانت تصدر في من 44 سنه أكثر من 40 سنة كانت تتعرض في البلدان العربية. ودرك اللي زعما التكنولوجيا وداروا لي زونسيان دو كوتي وجابوا لي مانكا وبعد من الطريق ما داروا والو ياك والمصاريف حنا كنا نتمناو وما كناش نشرطوا لي كاشي، ما كناش نشرطوا صح. واش تقول نوال صح، بكري ما كانوش مصاريف وكانت الخدمه شابه، دوك كاين مصاريف والخدمه ما كاش طالع يعني الكاشي طالع وصدقيني دوك انا نقول لك صح انا نكون صريحه يعني فضل. انا صريحه من صغري صريحه يلا. انا يما تقولي انت زعما صريحه يعني يعني جو على ليبوكريت شويه باش تنجحي انا ربي واحد والدنيا وحده. قلت لك واش كنت قلت يا حان صارحكم صارحكم على قالوا لي تعاطفي مع ناس شدوهم وقالوا لهم باللي راكو استغلتوا اموال الدوله واموال الشعب ودرتوا افلام ضخمه من غير ما يكون لها وجود يعني تتحط في التيغواغ وربنا كريم. فهمنا الاسم سيدة نوال ماشي غير هي قعقع بزاف. انا انسان ما مشيتش معاه وما على باليش كيفاه يفكر وما على باليش واش دار في جيبه ما على باليش واش دار. اكيد نحشم انا نتساند مع انسان اللي ما نعرفهمش ما خدمت معاهم، ما عيطولي خدمت معاهم، ما على بالي كيف راهم يخدموا، وزيد المصاريف اللي داوها. هما خداو دراهم هاك، وحنا لليوم عليك 5-6 افلام ما خلصناش على 2 ملاليم. حق هذا حق؟ ها؟ لو كان جيت انا تاكل ناكل من هاد المهنه كيف هندير؟ انا نخدم مع الناس ببساطه. تاع زوج فراك معليش نخدموا حاجات شابين ويجوزوا ويحبهم الشعب. نوال كممثله يعني عندك الاكسبيريونس تاعك الله يبارك كاع الناس تشهد عليها. دوكا نحو الماضي ونروحوا نسيو نروحوا نشوفوا في المستقبل. وشنو هما الاجراءات على حسب رايك انتيا على حسب الاكسبيريونس تاعك اللي نقدروا يندارو باش نقدروا نافونسيو في هذا المجال؟ لازم اهلها، لازم ناسها. ناسها هذيك تاع في القهاوي وفي الملاهي ونعرف مانكا وباسكو تشطح مليح ولا باسكو عرضتني لدارها ولا هذيك لازم تتنحى. وي صح ما نعرفش كيفاه يديروا، هما يعرفوا هما يسيروا، انا ما انا خاطئ. ابري تيكن ابري ابري نوال تكنيكمون كومون دو رياجي تكنيكمون زعما كي نقول لك باغ اكزومبل ك ك ك كما فتح الما فتح قاعه سينما ولا فتح مسارح ولا 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 دير كيما نقولوا دي زيكول ولا لي زيكول ولا بد منها لي زيكول ولا بد منها يتهلاو غير في اللي عندهم دابوغ هما راهم يلوحوا اللي عندهم لغايه ما يديروا ليكول لغايه ما يكونوا ناس ولغايه ما يطلعوا ما يكبروا يكونوا القدم ماتوا ويكونوا ما داروا فيها والو وما يديروا فيها والو. قال لك اللي فات ابي قديم وتاه. اذا ان شاء الله نعم تفضل سيده. في الوقت الماضي اللي كنتوا انتم فيه كانوا كاينين لي سبونسور ولا كان بيجي؟ لا ما كانش. هذا هو الجواب اللي هذا هو يعطيك الصحه على خاطر هذه الفنانه سبونسور
قال لهم دوها ما كانش لي سبونسور ما تعرفش ما تبدل يعطيك الصحة علاه علاه تشوف هنا في الرصيد إذا يعني نوال زعتر باختصار تقول أنه سبونسور والمال هو اللي ابقى داخل ربما الاعمال اللي رانا نشاهدوا فيها. سبونسور كارثه هادو يقدروا يطلعوا واحد يقدروا يحبطوا واحد. ماشي في وسيرتو الانسان اللي خاطيها السهرات وخاطيها الخرجات وخاطيها ما نتلاقاش بهم انا ما نعرفهمش. انا عندي البلاطو كي نروح سي ساكري مكان مقدس. انا حتى خرجت للعيب حتى لبعض الزملاء. يتعاطى واحد الحاجات في البلاطو قلت لهم حنا رانا بلي فيتامين وكذا ورانا مخنا راهو قريب يروح يعطيك صحة نوال زعتر على كل هاد الصراحة. هناك كذلك حقيقة مؤلمة فيديو أثار الكثير من الحبر يعني بمستشفى بقسنطينة بنو باديس يعني توفيق بدني كيفاه تكلمنا في كل مرة وتكلمت سيدة نوال زعتر عن قوة موقع التواصل الاجتماعي وشفت أنه فيديو يعني تسجل بهاتف نقال زعزع يعني منظومة صحية بقسنطينة يعني علقنا على الفيديو اللي أسأل الكثير من الحب. أنيسة الفيديو هذا وقع كما رأينا نشوفه بمستشفى بن باديس في قسنطينة وين بعض المرضى اشتكوا من سوء الرعاية الصحية لمرضى فيروس كورونا. كما كنا نقولوا باللي مواقع التواصل الاجتماعي فيها سلبيات لكن فيها ايضا عرات الواقع، عرات الواقع الحقيقي والمعيش وبين سوء التسيير سواء الاداره او المسؤولين المباشرين يعني على المستشفى. الفيديو بدا على انه يجي في الفتره الصباحيه اهل المريض هما اللي يجيبوا لهم الماكله، اشتكوا انهم على حساب يعني على حساب هما واش قالوا انهم ما يطولهمش حتى الممرضين ما يوكلوهمش المصابين بكورونا ربما للخوف من انتقال العدوى، لكن في نهايه المطاف ماهوش مبرر. فاذا به يجي صباح الاب باش يمد الماكله لوليده يلقاه ميت بدون علم يعني الاسره الطبيه اللي كانت موجوده هناك. حتى صارت وتجولت الكاميرا هناك يعني بالهاتف النقال ولا احد استطاع ان يمنع الذي كان يصور بدليل على أنه ما كانوش موجودين في تلك المكان. وقلوا العشرة صباحا بمستشفى توفيق بدني. نعم. يعني شيء مؤسف أنه ما يكون موجود حتى مسؤول بمستشفى يعني. فعلا لما يصرح مدير المستشفى ويقول باللي أكثر من 160 عامل ليرعاو في هذه المصلحة في مصلحة يعني مصابين بفيروس كورونا أين هم؟ أين كانوا متواجدين؟ لكن هنا تجدر الإشارة أنيسة إلى نقطتين مهمتين. نعم. يعني الطبيب في الحقيقة هم أيضا عندهم كلامهم الأطباء أو كل الأسرة الطبية لما يقولوا أيضا باللي ما ناش نقدروا ندخلوا لأنهم لم يوفروا لنا الإمكانيات اللازمة ما نقدروش ندخلوا بدون كمامات وما يقولوش ما طبيب مع أو بلا ليغو ماشي طبيب هذاك يعني قريب لا هذاك قريب اللي كان يلبسوا ماشي فعلا هذه ملاحظة مهمة دراجي لأنه كانوا يفتكروا الناس انه اللي كان يفوت فما هو طبيب لا هو لما يدخلوا الاخر يلبسوا احيانا يشروهم يقتنيهم من انفسهم ما يطولهمش ما لانه علاش عندنا المراسله نتاعنا في قسنطينه وقاتلنا المعلومات انه حتى الاطباء اشتكوا من نقص الامكانيات والاسبوع هذا فقط سرقت اكثر من 6000 كمامه داخل المستشفى وتحرك القضاء تحرك وكيل الجمهوريه الان القضيه في العداله يعني يسرقوها من المستشفى الكمامات ويروحوا يبيعوها للصيدليات في الخارج باش يعاودوا لها البيع بالتالي في نهايه المطاف الطبيب يشتكي والمريض يشتكي لكن في الوسط هناك اداره يجب ان تتحمل مسؤوليتها بالرغم من انه اليوم صدر بيان او البارح صدر بيان قالوا باللي انه تم توقيف تحفظي لخمسه عمال لكن انا نظن باللي الاداره كاداره يجب ان تحاسب مش فقط بس توفيق بدني تشاطرني في راي انه لما يكون حالات مماثله كهذه التحقيق يفتح ولكن ما كانش يعني واحد ليتبع هذه القضيه وين وصلت الملفات فتحت في الجزائر. نعم. في مختلف المجالات ولكن ما كانش يعني ما نقدروش
باش نتبعوا الملف حتى. نعم، احنا نتمنى أن العدالة تأخذ مجراها، وأن المتسببين الحقيقيين في كارثة كما هذه اللي أثارت الفزع، الرعب، أثارت يعني حتى استنكار شديد من قبل المواطنين. احنا نشرناها على الصفحة الرسمية الفيسبوك تاعنا، شافوها يعني تقريبا وصلت تقريبا فاقت نصف مليون مشاهدة، وصلت المليون مشاهدة. لكن كاين حاجة مهمة أنيسة اللي نقولوها، أنه لما قلنا الجيش الأبيض الذي كان يحرك الإمكانيات كما قال وزير الصحة، المستشفيات في الجزائر يعني مشي بين عشية وضحاها أصبحت مستشفيات سويسرا والدول المتقدمة وغير ذلك، بقات هي مستشفياتنا. ما الفارق الآن؟ الفارق هو الضمير اللي صحى، الضمير اللي زاد، ربما كان موجود أيضا من قبل بتفاوت، لكن الضمير اللي زاد للمهنيين، للأطباء، للممرضين إلى غير ذلك، اللي شفنا ممرضات وممرضين اللي ما شافوش أهليهم، كاين اللي ما شافوش أولادهم ساكن، اللي راهم في الحجر الصحي، اللي راهم في المستشفيات. يعني كي تكون حاجة مليحة ما وقع، ما وقع في مستشفى قسنطينة هو قضية ضمير. لكانوا ضمير قال باللي أنا ما خليش هذا المريض اللي راه يعاني في ويتألم في كوفيد، أنا لازمني نروح نعالجه ونطلع عليه ونشوفه ميت حي إلى غير ذلك، خضع الدواء تاعو كلا ما كلاش. فهنا الضمير هو هو الفاصل. مراسلة يعني قناة الجزائرية وان بقسنطينة راضية بالجدوي يعني توجهت للمستشفى وجاتنا بهذا الرد، نتابع. عقب انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصف الوضعية الموجودة بمصلحة كوفيد-19 على مستوى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة بالوضعية الكارثية، وما يتخلل هذه المشاهد من إهمال صارخ على لسان من قاموا بتصوير هذا الأخير، حاولت قناة الجزائرية وان التقرب أكثر من الجهات المسؤولة والمعنية عن قرب وعن كثب وعلى مستوى مستشفى بن باديس الجامعي، ممن قدموا لنا التصريحات الحصرية لقناة الجزائرية وان، مفادها عدم تغليط بعض من صور الإهمال الموجودة، لكن فيها نوع من الزيادة على حسب ما جاء على لسان مسؤول الاتصال الموجود هنا تحديدا بمستشفى بن باديس بقسنطينة، ناهيك عن بعض التوضيحات التي أدلى بها حصريا لقناة الجزائرية وان على غرار تخصيص 190 عنصرا بشريا طبيا لتقديم الرعاية للمرضى على مستوى هذا القسم تحديدا. وبين هذا وذاك تبقى معاناة كل من الطبيب وكذلك المواطن البسيط هي الحقيقة الواضحة للعيان. راضية بالجدوي لقناة الجزائرية وان تحديدا لحصة الجزائرية شو هنا من مستشفى بن باديس الجامعي بقسنطينة. إذن نشكر زميلة راضية بالجدوي المتواجدة بقسنطينة، ونشكر كذلك قسم الأخبار اللي نسق مع قسم الإنتاج. إذا توفيق بدني قال لك يعني فيه يعني زيادة مزايدة في الفيديو، زيادة في الفيديو هذا أنيسة. كانت صرخة، كان ألم، كانت المرأة تحكي والرجل يحكي ويقول باللي حالة التسيب اللي موجودة. أنا الحاجة اللي غير معقولة في بلادنا على أننا نبرر دائما، المسؤول يبرر 190 عامل والرعاية ما كاش، 190 عامل ولا واحد في المصلحة غير موجود، أوليو نقولوا باللي فعلا أخطأنا وسنحاسب المسؤولين. وفي حالة كما هذه، في حالة كما هذه الدول التي تحترم نفسها، الضمير الذي يحترم نفسه يقدم استقالته مدير مستشفى أو غيره، استقالة جماعية. نعم يعني نعم بطبيعة الحال احنا نشوفوا يعني نساء حاملات ماتوا، حوامل ماتوا ولا واحد تكلم، ونشوفوا رضع ماتوا في السبيطارات ولا واحد تكلم، ونشوفوا ناس مرميات في المستشفيات ولا احد تكلم، ونصل الكوفيد في حالة كما هذه خطيرة جدا لتستوجب الرعاية والمتابعة الصحية في كل دقيقة، ونقولوا من بعد 190 عامل لكن هما زادوا فيها شوية في الحضرة. حسب قضية مشكلة التبرير يجب أن يحذف من قاموسنا في معالجة كذا قضايا. نعم، شكرا لك توفيق بدني يعني التوضيح. إذا مشاهدينا باختصار نروحوا لفاصل إشهاري ورانا راجعين. مشاهدينا بإيقاع ميسيون امبوسيبل وبرنامج جزائرية شو كذلك برنامج امبوسيبل. إذا هبة قولي لنا هذا الإيقاع ميسيون امبوسيبل، رانا عرفنا الموسيقى ولكن إيقاع
كانه ايقاع بالات ديالنا تورثنا ففهمينا كيفاش لي بوندانونس هادو المعروفين ولا لي بوندانونس تاع افلام معروفه ولا حتى دي سيري امريكان ولا قول لنا واش من البلد يعني اللي فيها هاد الايقاع. Alors, donc, أنا حبيت هاد dernièrement, أنا الحلم تاعي سيتي تأليف الموسيقى للصورة للأفلام. دونك بين هاد ليكسبيريونس اللي كانت عندي شاركت في توزيع الموسيقي لواحد لون ميتراج لو باسيو مع المخرج مسيو سيد علي مازيف 2015. Et après, c'était la première expérience, les vraiment professionnelles et tout, just for la télé, tout ça, fait au cinéma. Après, j'ai commencé مع عاصمة الثقافة. قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. C'était الومضة الإشهارية هذيك. يعني من توزيعك و. Oui, en fait, j'ai fait la reprise تاع قسنطينة هي غرامي. Donc, حبوا حاجة تمشي مع المنطقة هذيك. Donc, j'ai recomposé الموسيقى الأصلية وديتها روح جديدة شوية كورال شوية هكذا. هيبا نسمعوا بعض ربما يبدونا إذن هذه لا بوند انونس تاع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. إذن ومن بعد جاك يعني حتى تروحي لربما ما إن شاء الله العالمية ولكن لخارج الجزائر كيفاش حتى اتصلوا بك ربما اش بي او فهمينا وشنو هذه اش بي او وكيفاش حتى اتصلتي بهم؟ الوغ انايا بون كي نخدم الموسيقى للصوره عندي يسموها مكتبات صوتيه دون لايبراري ساوند فيهم الموسيقى شغل تقدري ديري مام ان اوركستر فيرتوالمون باش يصاحب الصوره اي تو دونك هاد المكتبه اللي نستعملها هادوما ما نقدرش نقول الاسم تاعها سينو تولي لا بيبسي سا معليش تفضلي تفضلي سي سبايت فاير دونك لحقنا ميساج بالنسبه لكامل لي ميوزيسيان اللي يخدموا بهاد الالات قال فوالا كاين ان كونكور انترناسيونال مسابقه دوليه في صوره للفيلم دونك تروحي في لو سيت يبعثوا لك لا فيديو بصح بالحوار والمؤثرات الصوتيه لي زيفي سونور دونك انا درت لها الموسيقى ابخي كاين بزاف دي كومبوزيتور دو ميوزيك في هذه المسابقه من كامل انحاء العالم دونك انا قلت بوركوا با نحاول فوالا نحاول من الجزائر حاجه جابه شغل للسينما للصوره حاجه فريش حاجه هكذا دونك سا في با لونتون في لو 3 جوان حطيت الموسيقى هذه هبه حتى نحطوا المشاهدين في الصوره نروحوا نشوفوا هاد تاع لا سيري تاع ويست وورد نروحوا من بعد تزيدي تفهمينا اكثر يلا فيريفايد Enable semi-automatic control. Disable safety features. Maximum speed. Go. إذن كان هذا من مسلسل ويست وورد عتيقة برك كش ما فهمتي عتيقة جي كومبري وي فهمينا نو جي كومبري لا ميوزيك تاع الفيلم هذا هي اللي دارتها هيبة عتيقة اللي مراكي مليحة على بالك لا لا غدور غدور اليوم عتيقة بعدا يروح بعدا العقل كاع يحضر ويغيب عتيقة اليوم راكي عجبتني يلا هيبة إذا نقولوا أنه لو فون ميوزيكال من توزيع فوالا أوريجينال ميوزيك أوريجينال أنا اللي ألفتها لهذ الحلقة اللي مدوها في المسابقة وهذه كنت شاركتي كأنه مسابقة وداو واش قدمت لهم هيبة فوالا بيان سور شغل أنا هذا هو
المشاركه تاعي هدايا راكي تسمعي فرض ديالها يعطيك الصحه فوالا اكزاكتومون وعجبني الحال اللي انها مسابقه دوليه تاع كامل لي ميوزيسيان لي كومبوزيتور بون سي رابري اش بي يعطيك الصحه اش بي او سي تون هي اش بي اليوم تشوفي لا راهم ملاح اش بي او شكون هما اش بي او اش بي او سي اون شان امريكان بايونت يعني بايونت عم بقول بلوس عندها دي بلاتفورم دونك الا في بليزيور سيري qui ont fait un buzz كبير كيما Game of Thrones par exemple درتها اش بي او اليوم شغل انا فرحانه بك تهيبه وكريات في 1972 صحيح كريم مجتهد نو باسكو انا نتبعهم بزاف سيتو اش بي او شغل ابري كيما نتفليكس اي تو ابري ولكن هي سي اون شان بيونت سي اون شان بيونت يديروا فيها دي سيري وبارمي لا بارمي لي سيري كيما نقولوا كونيو كاف لو موند لي كاك لا يو دي اوسكار اي تو Game of Thrones ما كاينش اللي ما يعرفها اكيد الكل تاع اش بي او هي تنتج وديفوزي تاع جوستمون سي لو كومبوزيتور رامين هو اللي راح يكون ممبر دو جوري تاع يسمع هاد لي ميوزيك تاع هاد هاد الكونكور يعطيك الصحه هبه والرد وقتاش راح يمدوا لك الا نجحتي ولا لا هكذا باش تقولي ان شاء الله سي لا فان جوان نورمالمون يقولوا لنا شكون نديروا حفله صغيره اكيد هبه اكيد هبه ولكن لما تكوني ديري في التوزيع ولا ما على باليش كيفاش تسموها انتم هل تعاودي تولي كل يوم لي نوطه جزائريه يعني لي ايقاع جزائري يعني بالنسبه لهذيك لا فيديو تاع ميسيون امبوسيبل ولا هذيك جي شوازي ان فيت ديرنييرمون في الكونفينمون ان فيت جو فولي نخدم على دي ميوزيك كونو تاع دي فيلم اللي معروفين نحبوهم اي تو اي جو دون اون توش الجيريان هكذا فيها لمسه خفيفه لمسه جزائريه لمسه فان يعاودوا يمدونا تاع ميسيون امبوسيبل تكلمي تكلمي وما يعاودوا دونك جونغ orientaliser un peu la musique alamia. Je me suis dit pourquoi pas. Vous battez à Tom Cruise ou là là là. Vous battez à Belak Tajbo Krim ou Belak Tajbo Krim. Vous battez à des instruments orientaux à l'ismaa. Oui, oui. Voilà, donc Hajam Leha. En plus, qui m'ont dit que c'est un tachassos. تلقى باغ اكزومبل دي ميوزيسيان كبار يتعبوا في هذه الحاجه دونك يا لي جان اي تو ويخدم كيما نقولوا في الخارج صافي بليزير ويعطيك الصحه هبه ونشجعوك لانه يعني كونتي نفسك بنفسك يعني ما قلتيش نقعد الا في الكتابه والتاليف والغناء ولكن نوسع يعني طاقتي وطاقات الجزائريه الايجابيه اللي تصديرها للخارج فنشكرك هبه نعاود نولي لجمعيه انيت تكلمت على الحجر المنزلي انها دارت ميسيون امبوسيبل وعاودت وزعتها بطريقتها الجزائريه اذا كيفاش اطرتوا ربما ولا كيفاش تابعوا دراستهم ابنائنا ابناء تريزوميا اللي تابعين لجمعيه انيت سيد هلال ابري لو 12 مارس كل المدارس اغلقت الوغ الدراري بوندون اون بي احنا او ديبار قلنا بالك كلكو جور ولا ومن بعد اون فا ريبروند مي مالوروزمون سا نا با ايتي الكا Alors, on a ouvert des Facebook et tout, la face, des qui m'ont dit, « Maintenant, j'ai fait ça. » Viber, Messenger et tout. Alors, en orthophonie, ils les orthophonistes. Au scolaire, kiff, les enfants scolarisés, ils suivaient... كل مره نعاودوا نقولوا انهم يبقاو كل ما يكونش سويفي ريغولي سي ديفيسيل باش مي دركا هوروزمون كاين هاد لي مويان دو كومونيكاسيون هادو تاع الاخر راهم يتبعوا مع سورتو بوكو بليس في الميسنجر ايتو حلوا دي جروب شاك جروب عندي سكولار داير عيطوا له الوغ اي فون سا ريغوليرمون شاك جور يبعثوا لهم دي لوسون يقراو معاهم سيد هلال سؤال يعني اللي نروح لك مباشره لصلب الموضوع بما يخص جمعيه انيت حنا نعرفوا انه باش تخلصوا العاملين في كل الجمعيه لازم يكونوا الناس ولا اطفال تريزوميا متمدرسين باش يخلصوكم الضمان الاجتماعي نعم. فلما أغلقت أبواب المدارس من أين لكم الأموال حتى تخلصوا ربما العاملين والناس اللي تقري أبناء التريزوميا وإحنا نعرفوا أنه لازم يكونوا يقرأوا باش ضمان اجتماعي يخلصوكم فكيفاش راهي تفكر لاني تدير في هذه الأزمة المالية الخانقة ما شوف إحنا الجمعية أنيت عندها 160 عامل
160 عامل لا ماس سالاريال تاعنا مونسيولمون الي دو 500 مليون دو دينار 5 ملايين دينار الوغ في لا بيريود وين الدراري يقراو عندنا لي روسيت تاع لا كناس 500 دينار جور بار انفون اي جورني اوفرابل سولمون نهار يقراو لي ويكاند لي جور فيي لي فاكونس ديتي لي فاكونس عندنا اون تو اي بور تو عندنا ابوبري واحد 180 جور de facturation par an. Ça veut dire donc le reste gars on reçoit 0 centime. Alors donc c'est la situation donc elle s'est empirée depuis le 12 mars jusqu'à la fin de l'année scolaire 0 centime. بصح الان حتى اللي ربما المعلمين ولا اللي يخدموا في الجمعيه حين لانهم حتى هما خدمتهم انا جايين لها ما يخدموش لي روسيت ما كاش المدخول ما كاش الوغ واش نديروا عندنا هادو اللي لا بيريود اللي قراو فيها الدراري حتى لو 12 مارس عباك حنا نفاكتيرو شاك 3 موا لي روسيت هادو راح يدخلوا لنا في تاع لي 3 موا هادو اون فالي ديستريبيو على الخدامين On a pris des décisions difficiles pour nous et pour les khdamin. On va leur donner 50% de leur salaire. يعني أزمة مالية. 50% de leur salaire pendant une période de 3-4 mois. Bon, on a fait que les 5 mois, on a donné 4 mois, 1 mois, ils ont perdu son salaire. هذاك واش نقدروا نديروا بصح سيد هلال هل هذوما المؤطرين ولا اللي يقريو ابنائنا تريزوميا راحين يتبعوكم في الدخول الدراسي يعني يقول لك حنايا نروح نشوف انا حاجه يعني تكون ستاب بيان سير بيان سير هما دوك مام كي كانوا معنا كانوا يصيبوا ماخر كانوا يروحوا ما نكذبش عليك بصح الان دون راتب شهري اكتيالمون وراه اللي عنده راتب شهري كان الناس كرام يخدموا خدامين وما مشي يخلصوا سيد هلال يعني خارج الحجر الصحي والمنزلي والتلاميذ اللي راهم في المنازل والضمان الاجتماعي اللي ما يمدوا لكمش الاموال شكون منين لكم الدعم اللي ربما يساعد هاد الجمعيه سيد هلال يعني اللي مراكز التكوين ولا شنو احنا عندنا 80% تاع المدخول تاعنا هو تاع لاكناس ضمان اجتماعي بارك الله فيك عندنا هذيك واحد 15% ولا عندنا لي كونتريبيسيون بارونتال هذوك يخلصوا من الاوليه في يخلص 50000 في الشهر اون سكولير 500 دينار بار موا عنده 10 شهور يخلص 5000 دينار الوغ اون موايان دو 25 دينار بار جور دي سوبونسيون مع الوزاره اوكين سوبونسيون ما عندنا حتى سوبونسيون ني مينيستير ني سوليداريتي ني ولايه ني مينيستير انتم جمعيه وطنيه لكن جمعيه وطنيه مي حنا مالوريزمون عندكم الحق القانوني جوستومون حنا شاك فوا كونت اون سونكاج باش يعطيونا دي سوبونسيون يقول لك انتم جمعيه وطنيه ما عندكمش الحق لو كان جمعيه ولائيه ولا جمعيه نقدروا نعطيو لكم كي جمعيه وطنيه ما عندكمش الحق هذا مشكل اخر انيسه لانه ربما يشاطني فيه سي هلال انه لي تريزومي لحد الان الوضعيه القانونيه نتاعهم هما في الاصل تابعين لوزاره التضامن لانهم عندهم منحه شهريه وتحسب كاعاقه بالنسبه للتريزومي من المفروض ما عندهمش تابع ما عندهمش هو تابعين لوزاره التضامن نشوفوا جمعيه كانيت اللي عندها 28 سنه وما عندهمش يعني الدعم من وزاره التضامن ولا التكوين المهني حتى لانه التريزوميا بعد 18 سنه واش راحين يديروا يعني لو كان اطروهم في التكوين المهني قدروا ربما يصيبوا حتى اعمال يدويه فالان توفيق بدلك لمن نطرق الابواب نعم انا تفاجات كي راه قال لي باللي يعني جمعية عريقة وراهي تقوم بعمل جبار مؤسسات اقتصادية إنتاجية اللي عندها الإنتاج وتبيع للناس نعم وهي مؤسسة تطوعية يعني عمومية متطوعة ما تديش حقها سواء من وزارة التضامن أو وزارة التربية أو وزارة الداخلية هذا مشكل كبير جدا ربما هي نداء لوزارة التضامن ما عندنا لا دعم مالي من أي جهة كان سيد هلال الآن ندقوا ناقوس الخطر وزارة التضامن وزارة التربية نقولوا ساعدتكم في بعض لا وزارة التربية احنا تعامل معنا مع وزارة التربية هي يعطيونا الأقسام هذا ما كان والحمد لله يعني كل ما نقصدهم ما يبخلوناش ولكن أين هي وزارة التضامن؟ وزارة التضامن هي وزارة التكوين المهني على علاقة عامل بيناتهم نخدموا معاهم
نورمال كي تكون فيكم مناسبات ولا يعيطونا يعرضونا في دي زيكسبوزيسيون ولا في مي باش يعطيونا دعم ولا ما اذا من هذا المنبر يعني كاين واحد الانسان لازم تفضل هذا الانسان لابوراتوار دو فارماسيوتيك فراتير رازيس هو اللي دارنا صافي لا دوزيام اني كرنا ان بلوك لنا كراه ولا عطى لكم مجال لا كرهونا بوندون بور مو ان بيريود دو 3 زون مبلغ رمزي نو كرهونا هو اللي كي فينونس هو كره نعم هو خلص الكره تاع لا فيلا هذيك هو اللي خلص الكره تاع لا فيلا هذيك سيلوي كي بري اون شارج كاع لي بيزوان تاع الاخر واسمه هذا السيد حتى نشكروه جونسي انا نقول اسمه يا با دو سوسي سي مسيو شرفاوي سي لو لو هو رئيس مجلس اداره تاع فراتي الرازاس يديروا دون ذكر الاسم نعم المهم سي بوكو بلوس الور كرانا اللي راهو يعني شويه سلكنا في المده هذه الدراري اللي حقوا 18 سنه درناهم تما جميل كاين واحد 50 ولد راهم تما عندهم واحد 9 معطرين سينو لو كان ما كاش هذايا دوك مام هذو تاع اللي راهم جايين 18 اللي راهم جايين ما عندناش وين اذا من هذا المنبر نقولوا انه وزاره التضامن وزاره التكوين المهني ووزاره التربيه يعني هذو جزء لا يتجزا من المجتمع الجزائري ونقولوا فقط انه التريزوميا ما راهمش يعني لو كان اطروهم بصفه مليحه يعني نقدروا يعني يكونوا عامل في المجتمع وفي الاقتصاد الجزائري حاب نقول مقبل على انه هذه فئة حساسة وهشة جدا في المجتمع كان يقول مسيو هيلال مقبلات أنه حتى تقبل تبدأ من بداية تقبل الأسرة للطفل هذا صحيح مش حاجة صحيح سهلة أنه واحد يكون عنده طفل تاع متلازمة داون يعني ربما تكون عنده صدمة في البداية وهنا تأتي دور الجمعيات ويأتي دور حتى مع بيج لا عندنا ولا راهم يقوموا بدورهم ولا لا اللي هما فرق اللي تابعه لوزاره التضامن تاع كيفاش يسموهم الشركاء الاجتماعيين اللي يمشيوا للبيوت والمنازل هذه فئه هشه جدا احنا اللي مطالبين سواء مجتمع او دوله على اننا ندمجهم في هذا المجتمع هذا هو لانه ما عندهمش اعاقه قال هذو معوقين في ذهنهم العكس عندهم تفاوت وكثير تأخر في النمو العقلي لكن بالمقابل متفاوت من طفل الى اخر ما همش في نفس المستوى هذه الاول ربما تاكدها لي الحاجه الثانيه على انه تلقاي عندهم واحد السمات مهمه صح جدا في الذكاء عندهم نسبه كبيره في الذكاء الى غير ذلك فيخصهم التاطير سيما وعندهم ذاكره قويه صحيح جدا قوي ومحبوبين جداً عند الناس الى غير ذلك ما لازمش نهمشوهم هذه الحاجه الاولى لي زورتوفوني ولي بسيكولوج يقول لك حتى التعامل معهم ما لازمش تتعاملوا معهم بدلال ما ندلوهمش ونخلوهم مدلل لا تعامل معهم ما نحسهمش باللي راهم زعما ناقصين بزاف حتى المردود يكون تاعهم احسن نعم العكس لازم كاين امور هوايات اللي يقدروا يكونوا صحيح فيها قويين صحيح ويمدوا اكثر لذلك انا نظن باللي اهم مرحله اللي لازم نتعاونوا فيها معاهم هي اولا مرحله النطق مع لي زورتوفوني نعم والمرحله الثانيه هي بعد 18 سنه اللي لازم ادماجهم في التكوين المهني هذا هو كنا درنا في قسم الاخبار انيسه عده الشباب المصنع بالبليده اللي ادا فئه التريزوميا مصنع في البليده للحلويات وهو لاجنبي فلسطيني ومخدم فيه غير تريزون فقط كبار السن نعم فوق هذا الشيء يعني هذه الناس الفئه هذه المعينه من نعم المجتمع الاطفال المجتمع عندهم فتره يعني فتره الطفوله يعني نعم لازم عنده يعني ما لازمش نتاخروا عليهم صحيح والا يضيعوا يعني اكيد ما نقدروش نكتسبوه نعم التاطير في الوقت التكفل الجيد المبكر نعم يعني يخلي الولد يخليه يكون احسن اذا هذا ما نتمناه وزيد يعني كاين مصاريف راهي تتصرف في في فيما لا يعني نعم انا نفضل ولو في ميدان الفني في عدد الملايير اللي تتصرف يعتنيوا بدعموا هذه الفئه والناس اللي ما لازملهاش تتاخر نعم صحيح عندهم صحيح وقت معينين نعم يجب التكفل والدراري ما عندهمش منحه ما عندهمش منحه منحه كي لحق 18 سنه نعم اذا المنحه ولا واش لازم للمنحه هذا موضوع يعني كبير لازم مره من المرات نطرقوا لهذا الموضوع اريد انا والزعتر قولي لي شكون هو ولا وشنو هو الانتقاد لي رغم أنه قلنا امرأة حديدية ولكن قاسك بزاف وانضريتي من انتقاد ربما في مسيرتك الفنية
والله كاين حاجات بزاف يعني. بصح هذا اللي بقى لك في الذاكره سيده نوال زعتر. انا لما خدمت مسلسل زينه كان في الوقتها احمد بجاوي هو مسؤول، هو اللي اختارني للدور. للدور كنت درت ريح الجنوب، قال لهم كاين ممثله، مع انه ما كانش يعرف اللي راح نركب الخيل ونضرب السيف وكذا، بس كان متوقع يعني، كان متوقع اختارني للدور. لما عملت الفيلم تبليسيت، نعم حبست الفيلم في نص المسلسل، حبست قلت له بشير انا يا راني مجهود كبير وكذا، الكاش اللي عطيته لي لازم دبر راسكم تدبليه لي. يا نوال وكيف وكدا بكي، خلاص خلاص قلت له ما تبكيليش انا ما نلعبش لي بكيت، هيا خلاص هاي. الوغ كملت لهم الفيلم من غير ما ناخذ حقي، وتبليسيت وضربوني بالسيف. كان في وقتها الكاسكادور تاع بالموندو الان غريليو ويفون شيفر، هما اللي مرنونا على العود وعلمونا الصابغ كوم مانيبيلي لو صابغ دونك. وكان مبهور بيا، قال لهم يعني فريمون الان تخي بال الور سور لو شيفال، اي بي الا سيميل فيت من ضمن كل الممثلين. قال لهم سي اون في سي اون كوميديان كي ميتري سون سوجي. وي صح، كي تبليسيت وكذا رحت لبجاوي، قلت لبجاوي ما تعاودونيش شويه اني تبليسيت باسكو كان عندي نجيو انا وعجيمي، وعجيمي غلط باش غوزمون لي باريت له منا وضربني منا في رجل. لو كان باريت له منا كون قسمني على زوج، كون قسمني على زوج والله. الوغ قال لي انت راكي غلطتي. الوغ يفون شيف قال لك بون 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 نو فو شامايي با اون فا روفوار لي روش. قال له روفوار، قال له نو بس عجبني سي فو كي فوتيف، كنت راح تقسم المراه على زوج. قلك في البرور يعني خدمت لا لا بصح وما عاودوني مع لا لا بصح الانتقاد، لما نقولوا انتقاد ربما من عند الجمهور ولا حاجه فيما يعني حاجه يعني اللي اثرت فيا، اللي اثرت فيا كامراه حديديه، وشنو هي الحاجه اللي تاثرتي فيها من عند الجمهور يعني؟ يعني جمهور لا لا الجمهور يحبوني ولا غير يحبوني من عند الفنانين. ما تحرجيهاش ما تحرجيهاش. لانه اليوم قلتي انه شوف انا بعد مسلسل زينه توسط لي الخضر حمينه توسط لي باش ندخل في فرقه تمثيليه واسمه بولعواد وقيله ولا عبد القادر مدير تاع الاذاعه نادوا لي. انا وين رحت حاوزوني وين رحت؟ رحت للمسرح نادوا للنساء قال لك ما تدخلش. رحت للاذاعه نادوا ثاني كاع لي كوميديان قال لك ما تدخلش. داروا عليا في لاسومبلي جينيرال في لاكونتين كنا نديرو، قالت لك انا الخضر حنينه دخلها. ايوا لا ماشي جزائريه، حتى وحده سوريه قالت لهم احنا اتفقنا على 16 منين نزل لنا 17؟ قلت لها حتى انت جيتي تقارحيني في بلادي. يعني نادوا ليا كانوا ضدي بزاف. انا وين نروح ينوضوا ضدي؟ بس عندك مشكل مع النساء ولا مع الرجال نوال زعتر؟ والله غير الاثنين. الاثنين الاثنين، حنا نقولوا الغيره مع النساء يعني اكثر النساء ورجال ثاني باسكو انا يا رجوله يغيروا من رجوليتي لانه انسانه كسيبه وكي نحب ندير حاجه نديرها، ويما كان على بالها المرحوم الله يرحمها كي نحب. انا يما اول ما كانش عندها الدراهم قالت لي والله شفتي خلاص لي المصروف اني حب نبنتر رمضان جاي. قلت لها ما تبنتري ما والو يما، غسلي هاد الحيوط خاطر هادو كاع يطيحوا. قالت لي وحلا تهضري هكذا ما عندك حتى ضروره. قلت لك والله الحيوط كاع يريبوا ونعاودوا نبنوا دارنا. ما كنت رابوا وبنيت الدار. جميل جدا. هذه هي الامراه الحديديه. ويما خداو لها سرقوا لها البارتمان تاعها وكانت فاشله يعني مراه وتربي في خمس يتامى. قالت لي خلاص ها، وقال لي اللي راه ساكنها اللي كراتو قال لها غير روحي يا المعلمه، قال لها راح يدوها هذه راح تريب بالباطمه. قلت له معليش كبرت وخدمت وشارعتو وقلت لها هاكي المفتاح يما. والله ما ماتت حتى عطيت لها المفتاح. جميل جدا. يعطيك الصحة نوال زعتر. نوال زعتر بصح قالوا لنا حنايا قالوا لكم قالوا لنا انه باللي نوال زعتر راهي شوية هي وجعفر قاسم كاين شوية راهم شوية هذا زعفان على هذا. صالحنا لا لا مش زعفان
انا عندي مره وناخذ مواقف هكايا. اللي هي نزعف نزعف لبعض التصرفات. هو لا عليه لوم لانه هو منتج وعنده ضغط. انا كنت في نسم الحسيتي لما كانت في بدايه نعم الاول والتاني. اول ما جاء من 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 مهجر باش يخدم نسم الحسيتي اتصل بيا وببيونا احنا الاثنين وكان نجاح باهر يعني نسم الحسيتي الجزء الاول الجزء الاول نجح ثاني بقى انا في الاول كانت يما مريضه كنت لازم نقعد معاها ما كنتش نجي بزاف وكان يلومني على هذا الشيء حبني نكون حاضره ونبات في هذيك لافيلا وانا يما كانت مريضه تطلبني باستمرار يعني قاعد مالاد واحد ما يقدرش يكون في ما نقدرش نقولها في الطريقه اني جايه وتقول لي وراكي وين وصلتي وين خلاص يما نقولها اني جايه نقلب نوصل للدار وكان معايا جعفر قاسم وعلى باله بهذا إما لك دونك ما حضرتش ما حضرتش معاه بزاف شغل لامني هو سي سون برودوي ماذا به ينجح يغير على يغير على المنتوج تاعو ومن حقه يعني من حقه مشروعه الاول كمنتج كمخرج ونجح فيه يعني صراحة ألوغ شغل نكرني شوية هكذا أنا بعد رحت كاع من الناس من الحسيتي الأول ثاني ما طلبنيش ثالث عيط لي ثالث عيط لي قال له واحد تخدمي معنا وأنا زعفت كي بعت لي الأسيستانت وما هدرش معايا هو قلت له بديت معايا اهضر معايا قول لي واش قلت له سمعي يهضر معايا ولا بقى على خير قال لي ما هضرش رحت ما خدمتش ثالث زعف مني ثاني خدمت كاميرا كاشي معاه ومن بعد حاول باش يعاود يريكيبيري لي قلت له بقى على خير ورحت عندي هاد التصرفات انا باسكو من صفي كنت صغيره انا تحركت شعلت فيا النار دونك انا ما مرفوع عليا القلم الاول جعفر قاسم من المخرجين بونجور له تحيه من المخرجين اللي ما يخافش اسك هذا ممثل كبير ولا صغير دونك شفنا في الاعمال تاعو بلي يمزج بين الممثلين الكبار والممثلين الصغار انا نحب العمل تاعو ونحبه كشخص يعني ولد عائله ما شاء الله في عاشور انه كيما نقولوا كان ممثلين كبار وممثلين ديجا صح مليح تكلمت على عاشور العاشر نوال زعتر المفاجأة أنه نوال زعتر ما شاركتش في عاشور العاشر ما شاركتش وما نش عمل الله شارك هنا ما شاركش عيط لي أنا كلمته قصرت معاه عيط لي قبل ما يدير قبل ما يقرر أنه يكمل عاشور العاشر دار المطبخ تاع المملكة مطبخ المملكة ألوغ قال لي اسكو تشاركي معنا في كل 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 مرة يعرض نجم قال لي قلت له نشارك قلت له نشارك احلي زعاف قلت له نشارك الوغ بصح حبسوه على حساب على الكورونا حبسوه دوك زعاف راح لكم لا 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 انا جعفر نخدم معاه خاطر ستام بروفيسيونيل صح هل نقولوا من هذا المنبر انه ربما نوال زعتر تكون في عاشور العاشر الثالث اذا كان داروني في الكاستينغ واذا كان راه دار السيناريو يعطيني الدور محترم اكيد خلاص راكي قلتيها انت والله غنخدم معاه نو سي بروفيسيونيل جعفر قاسم انا ديريكسيون داكتور ايه وسبق لي وخدمت معاه انا في اول انتاج ليه كي جا للجزائر خدمت معاه هو كان ان سوكسي يعني وخدمت معاه بقلبي وانما كانت الوالده الله يرحمها مريضه نوال زعتر حاجه اللي ندمتي عليها في حياتك الشخصيه اليوم صراحه اليوم راكي صريحه جدا يعني حاجة هاكي تغتنمي الفرصة بصراحتي بصراحتك اليوم والله راهي 10 على 10 فحاجة ربما ندمتي عليها في حياتك الشخصية نخرجوا شوية على التمثيل نوال زعتر الإنسان لا بالي واش هاكي حابة تعرفي ما ندمت على والو والله ما نندمش باسكو هذه مكاتب الله هذه مكاتب الله تكوني رايحة هاك ربي يقول لك روحي هاك بمعنى فهمينا واش بمعنى على الإنجاب نعم مثلا والله ما شوفي والله صدقيني نعم. انا نشوف الدراري واش راهم يديروا لوالديهم نعم اني لا كلاس والله نرقد ما كان ينوضني نخرج ما كان يقول لي ما تخرجيش نحب نمثل نحب حتى في الحمام الواحد كي يحمم ما كانش والله اذا وننظمه وقتي كيما نحب وزيد فات الوقت هذاك يعني انا نعم. ما عندي ما له نندم لانه خلاص فات الوقت درك ننظر لحياتي لصحتي سقتو حاجه ما لكن تشوفي الناس كيف راهي تمرض وراهي الوغ انا اعتني بالصحه ديالي
200%. يعطيك صحة. عتيقة احكي لي على لطاي تاع نوال زعتر. أنا يا اليوم مفاجأة، يعني لطاي ما شاء الله. خيبة لطاي عندها ماشي ريجيم من عندها أوريجين. والله يا أخي نوال ماشي ريجيم. لا 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 لا، كاين شوية ريجيم، شوية رياضة، حركة، رياضة. لا لا درت شوية رياضة، شوية حركة، شوية ريجيم، ماشي بزاف. أتونسيون. بصح دوك نقول لك، أنا جاني السكر. لا لا لا، والسكر من جروب ا، يعني بعيد الشر الحمد لله ما ندير لانسولين، ما ننشر التسويات، وما حبيتش ناكل الدواء. قالت لي الطبيبه تاعي نوال، قالت لي اتونسيون سي تو برون لي ميديكامون، قالت لي ريجيم اي سبور. او هاي لك النتيجه. ها شوف كي العذره. برافو نوال، كي العذره. الله 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 يسلمك. والله العظيم كي العذره. شفتي ما في الكونفيرمون ما سمعتش. كل يوم كيف الكونفيرمون وياها في تيليفون. كل يوم معاها في تيليفون. والله تولي جون الكونفيرمون كاع. عتيقه نعيط لها، نعيط لها ثلثه ياك. ثلثه ولا غير نوال زعتر الي كونفيرمي دوك. وي وي كونفيرمي كونفيرمي وي. انا حبيت نتكلم على عتيقه يا ناس، معليش. تفضلي. معليش نغتنم الفرصه. عتيقه تسكن في الكاتريام ايتاج. صح. انا بصح انا حبيت نمشي لها في هذا الموضوع، ما حبتش تستغنى على الكاتريام ايطاج، كل يوم يطلعوها ويهبطوها. قلت لها لازم تبدلي السكن تاعك، تسكني في الغيتشوسي، عندها سياره تقدر تتحرر، تتليبيرا، تبغي تخرج وقت اللي حب تجي لعندي تقصص تروح. قلت لها بيعي وروحي سكني عندي حتى لغايه ما نلقاولك دار. انا ندير نداء لكل الشعب الجزائري. نعم. ولما لا، هذه اختنا وعندها يعني عندها نونديكاب اللي لازم ننظروا ليه بنظره الرحمه. اللي عنده في الغيتشوسي يبدل معاها، وعلاه يعطي لها في تعطي له كاتريام ايطاج لصحته، الله يدوم عليه صحته، وهي يعطي لها كاش غيتشوسي ولا حويش في اللارد ولا اي حاجه باش تقدر تتحرك وتنتج. ان شاء الله هذا ما نتمنى. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. عتيقه راكي داكور؟ ان شاء الله بيان سور. ما تستغناش على قالت لك كاين غير لي بيرسوناليتي. واش بيه كل واحد يغلط؟ كل واحد يغلط غير هي البيرسوناليتي في هذيك العماره. فوق الفوق عتيقه. فوق الفوق بلا غير ربي يدير الخير ان شاء الله. عتيقه اليوم راكي بشوش. الله الله سكتي بك. لا غاسين راحت. شدوني نطيح لي على بالك لاباسي راهم يقولوا لي اللون تاع عتيقه داتها لك. عتيقه في لاباسي راهم يقولوا لي اللون تاع عتيقه اليوم داتها لك. انا ماشي كيما يحب الخاطر. بصح رحت لاغاسي. لا بروشين فوا تديها لك. لا بروشين ان شاء الله. اذا مشاهدينا باختصار نروحوا لفاصل اشهاري، من بعد نختموا الجزء الاخير من برنامج جزائري ياشو. مرحبا بكم مشاهدينا في الجزء الأخير من برنامج الجزائرية. شكري كل مرة قول لي يا نيسا وشنو وش كاين دوك؟ جوستومون الجزء الأخير حبيت بك كان نحبسوا عند واحد النقطة برك. كان واحد يعني طفل لبناني اسمه جاد عز الدين، هذا متابع للحصة تاع الجزائرية شو ايتو، دونك اون بلوس هذا فنان في لبنان، يعني ماغري صغره ميشارك في ذا فويس كيتس لموسم 2017 ولا كلاسي ايتو، دونك عنده صوت هايل، دونك درنا فيديو يعني شكر لكاع ليكيب تاع الجزائرية شو. يلا نروحوا نشوفوه يعني. مرحبا، أنا جاد عز الدين، فنان لبناني وعمري 14 سنة. شاركت ببرنامج المواهب The Voice Kids Season 2 سنة 2017، ولحد هلأ الحمد لله صار عندي 5 أغاني خاصة، وإن شاء الله بدعمكم أنا مكمل. أو بنت الجيران شغلة لنا عناية، وأنا في المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي أنا فيه. أنا بدي وجه رسالة للشعب الجزائري العظيم. أول شيء أنتوا عراسي وحبايب قلبي، وبدي أتشكركم على دعمكم اللي وخصوصي عمو أحمد جريدان وبنته الدكتورة صابرين، وإن شاء الله قريبا كتير لتخلص أزمة الكورونا وأكيد حنحل وكلنا حنطلع من البيت. أنا إن شاء الله قريبا أول بلد حأجي عليها بعد الأزمة هي الجزائر، وحتنطروني على الإذاعة الجزائرية إن شاء الله.
ان شاء الله كريم وتجيب هنا ان شاء الله يجي وكاين دوتر سوربريز ان شاء الله بروشان يلا تري بيان اكيد حتى البرامج الجزائريه لما لا يعني تنفتح للخارج يجي الجزائر قال نجي ذاك مو الجزائر يلا مرحبا بك اكيد ولبنان يعني كذلك بلد الفن ونشكره شكرا. على هذا الشريط الجميل قريب نوصلوا نهايه البرنامج عتيقه نعم لاباس والله شويه اليوم بروميي جور انا عيانه شويه والله جاني النعاس دوك عتيقه انا بحال ما قاتلي نساء دوك انا بحال ما قاتلي نعست على بالك وبصح بصح قالت لك شحال وصلت في الانستغرام ما هو اللي قال لي والله هو اللي قال لي عتيقه راهي 23000 في الانستغرام تحنا نعاودوا نديروا يعني نداء عتيقه تيري دوي طوفال تيري دوي لا لا معليش بصح يتبعوك لا لا انا بغيت لك كيفاش تجاوبي دوكا عتيقه دخلي ديري اكسبتي ولا ريفوزي هيا لا لا بصح هي كونت اوفر شنو هي الانستغرام تاعها كونت اوفر كونت اوفر مو اللي حكيك على لي ميساج اللي لي ميساج اللي تواجد كان اللي لازم تدخل فوالا عتيقه تيري دويت طوبال تيري دويت اوفيسيال عتيقه راهي اكتيف لي ستوري منا لي ميساج وعتيقه طيبي شويه وديري لي ستوري لا لا والله العظيم ما طيبيش لا لا نطيب صح جو سوي با لو جور باش ندير لي ستوري بعدا في كل دور ندير لا بزاف لا ما نقدرش لا لا كي تنوضي صباح واه جميل كي تشربي قهيوه مع الصباح لا 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 وعلاه عتيقه بلا ما نعرفلوش كاع كيما اليوم رحتي عند الحلاقه نورمالمون ديري ستوري ما نخدم عاش هذيك الخدمه جي ديباسي سا عتيقه وعلاه هادو ما كوكو مي لا لا كوكو مي زامي كوكو مي زامي جسمي سي لا كوا ولا عرفلوش لا ما نعرفلوش سي فري سا ما في بليزير كي يبعثوا لي هي نورمالمون كي تنوضي مع صباح ربي مع القهيوه ديري لهم ستوري واش من القهوه مع منا كي تشربي القهوه تاعك ومن بعد الفطور لا راهم معاك فوالا كي راهم عايشين انا ما عنديش انستغرام كاع ما نعرفش ما ديريش ما نديرش انا ما انا تاني نشوفك تكملوا لازم تعرف يبعثوا لي بزاف الانفيتاسيون ما نقدرش وكريم وهذه هي انت يا الضربه تاعك راك ممثلات تقدر انت شو شو الاول زعما بكم كان زعما تلونسي لها بلي دارت انا انستغرام ليش دايره لا هي دير لي دير وسيله ما نعرفش خلاص سي بون خلاص ما نعرف كريم وحكم ديالي وتاع داول خلاص سي بون كريم كوميونيتي مانجر شي داكور كوميونيتي مانجر بس حنا ول ثاني كي تنوضي صباح تقولي لنا باش راكي تستقهوي كي ديري تابي الرياضه ديري لنا ستوري خلاص نعود ندير بصح حتى نعرف له نخاف كاش الصويره تروح انا نعطيك كاع نخاف الفيسبوك انا هذا انا ثاني كي نخاف نعطيك كاع واش لازم واش ما لازمش وريني ناوي قالت لك غير غيبه كاش الصويره تروح هذا يلونسينا هذا يلا كريم ودراجي عندك دوك مهنه كريم اذا نعاود نولي لهبه هبه نروحوا نشوفوا شويه مقطع من فيديو كليب من بعد تتكلمي لنا عليه يلا يعطونا مقطع من هذا الفيديو كليب سلام على اللي غاب مش بحال رمال الصحراء سلام على اللي خان خلى رياح الغدرة سلام على اللي راح خلى القصور مردمة سلام على اللي تاه داتو رمال الصحراء فيديو كليب للفنانة صاعدة هبة عتيقة تعلقنا الصوت الكليب صوت ما ان شاء الله الكليب ما ان شاء الله في الرمال ميرسي لا لا والله ما ان شاء الله صحة يعطيك الصحة والله ميرسي مام باغابوغ الأداء لا فوا كلش ميرسي بوكو شوفي هبة إلا قالت لك عتيقة راكي بيان خلاص روحي ما دوريش مو روحي إلا رضات عليك راكي ناجحة بون كونتيناسيون إن شاء الله يسلمك سي ان اونور بور موا أوسي كون أرتيست كيما أنتيا ولا كيما مدام أنا والزعتر ديجا فوز أبريسي هاد لا غير بون كونتيناسيون يعطيك الصحة هبة نقولوا فقط أنه
الزي التقليدي الجزائري والصحراء الجزائرية، وهذه هي كما كنا نتكلموا أن التسويق لبلدنا الجزائر من خلال هي لازم يكون من خلال مسلسلات، من خلال كما عملت تركيا، كما عملت سوريا، كما عملوا بوليوود، يعني كلهم سوقوا لبلدهم. فاخترتي الصحراء. انا لاحظت تسمحي لي وي بقى لزين، لاحظت انك عندك ميول للصحراء، يعني الكليب تاعك فوق الرمال لا لا صح، وعندها ثاني عندك ميول للترقي ثاني. توتافي صح، سي فغي سي فغي، لانه فهمت باللي خدمه موسيقى ترقية قريبه للترقي. صح سي فغي سي توتافي سا. حبيت شغل بوغ مو الصحراء فيها واحد القوه هكذا سبيريتويال، فيها واحد القوه روحيه، سحر خاص بالصحراء. سحر خاص اكزاكتومون، وي سي بور سا جي انسيستي كو سوا في بوسعاده باسكو جادور انا هاد لا ريجيون، اي جو تخوف بلي ماشي مديه بيان حقها من السياحه الجزائريه، فيها دي بلاس مانيفيك. اي فوالا من اموالك الخاصه هبه الكليب. وي توتافي جو فولي بارلي دو سا اوسي، سي لا رياليزاسيون de Regiek Farah qui est ma sœur. En fait, on a travaillé ensemble sur ce projet et pour moi ça me tient beaucoup à cœur. خاطر حنا نفتح قوس صغير باسكو الفنانين هنا في الجزائر سي فري كو مالغري يكون عندك بزاف افكار اي تو سا، مي لازم لها انتاج، لازم لها دراهم، لازم لها تاطير. دونك سي با فاسيل انه الواحد يدير واش راهو ينتبه لكل هذا الشيء لما هو يكون الفنان، هو يكون الكاتب الموسيقي، فلازم لمسه اخرى فنيه اللي هي في الانتاج والمانجر، لازم كل فنان يكون عنده اكزاكتومون. دونك فوالا سي روكيك فرح بالاخراج تاعها والتصور تاعها، وتصورنا لي سان تاع الكليب، عشنا هذاك لو مومون في التاليف في الصوره في واسمو، دونك صافي بليزير دو اي دي فوا دي فوا ما يكفيش بزاف، سي كو ماشي بوغ كيما نقولوا فيكتيميزي دائما الارتيست، مي لازم شويه باش يقدر لازم يدير للامام حتى يظهر. فوالا كيما انا كيما بزاف دي زارتيست اون الجيري جيماجين راهم سي كفاح هكذا. نعم كفاح كونتينيوال. احنا اون بليس احنا المليحه هيبه سي كو ما رحتيش في حاجه كوميرسيال. نو خليتي كيما نقولوا الابداع تاعك هو يهضر، ابري الناس عجبهم ولا لا لا هذيك تقعد رايهم. اذا نقول فقط انه الكليب موجود على اليوتيوب. نعم حتى باش ما يقولوش بلي انا ضد لا نوفيل جينيراسيون، انا يشرفني انه جيل كيما هذا اللي يفكر بهذا المستوى وماهوش سطحي، بالعكس راهي تدقق وتحب تخدم وتحب تجتهد. نعم اذا قوه برنامج الجزائريه شو انه عندنا يعني ممثلين وفنانين من الجيل يعني اللي خدم وكبر، واكيد الجيل الصاعد جينيراسيون الجيل الصاعد. فنشكرك هبه واكيد نشجعك في كل مره في مجالك الفني. وصلنا لنهايه البرنامج، نمد لكم كلمه اخيره نوال، من بعد نمد لك كلمه اخيره وزيد اضافه سيد هلال. سيده نوال زعتر، قبل ما نمد لك كلمه اخيره، شكون هو الممثل ولا الممثله اللي ربما كنت حابه تمثلي معاهم وما مثلتيش؟ انا كنت نحب بزاف ثلاثي الامجاد. وزدت حبيت كثر محمد حازم اللي تكلم يعني عليا مره معنا وتكلم عليك. تكلم عليا وصدقيني انيسه والله ما نعرفوش شخصيا. صح عمري ما تلاقيت معاه. وانا يعجبني من خلال الشاشه كفنان وهو كذلك. تكلم عليك وقال انه فنانه. الله يعطيه الخير ونحييه ونقول باللي انا وين عجبني اكثر، انا كنت نعرفه في الفكاهه وخدم الدراما، والله العظيم غير بكاني قلت حازم يخدم دراما بهذا المستوى صدقيني. الفكاهه يقدر يروح للدراما سهله، الدراما فكاهه اللي واعره. المهم انا عجبني في الاثنين، يعني ما كنتش مستني كنت تتعودي على ناس فكاهه كل يوم كل يوم مع ثلاثي امجاد وكذا، تجيك بيزار. انا جاتني بيزار كيفاه، ونحييه ونقول له يعطيك الصحه يا محمد حزيم، وان شاء الله ربي تشال الاقدار ونتلاقاو في ان شاء الله يا زوج وثلاثه. اذا كلمه اخيره لجمهورك اللي يحبك. جمهوري عندك مناجر سيدنا نوال زعتر؟ لا مناجر هو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما عنديش ما عندي لا مناجر لا والو. معليش تفضل. انا قادره ندير مناجر في فرنسا في مصر وكذا، ما نديرش ما نعرف ما عنديش انستغرام هذا ما عندي. يلا تفضلي كلمه اخيره. ما عندي والو، عندي الدار نحب الدار. انا بيتوتيه كثير.
ونحب العمل تاعي لما يقترحوا عليا دور فيه دو لا ريشيرش ونحس باللي اجتهد به نحب الحبز اللي اجتهد به وتكون فيه تجديد وكذا نحب. واش نقول لك انا جمهوري نحييه من خلال هذا الحصه اللي نشجعك انا فرحانه اللي راني معاك انيسه سمحي لي نحن والله اسعد والله فرحانه تعرفي علاه لان صبت فيك حاجات اللي ما صبتهمش ايوغ يعطيك الصحه شكرا ربي يوفقك ويوفق كل الطاقم نتاع الجزائريه واش نقول لك انا نحيي الجمهور نحيي الناس اللي تحبني وان شاء الله نطلع عليهم من خلال انتاج جديد في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله هذا ما نتمناه للفنانين الجزائريين وربي يرفع عنا ان شاء الله هذا الوباء وربي يشفي كل مرضانا امين يا رب ويرحم موتانا الموت علينا حق كل واحد وقته وقال لك الاسباب تتعدد والموت واحد ربي يرحمهم وربي يرفع هذا البلاء عن بلدنا ويبعث لنا اصحاب قلوب الرحمه اللي ما تشوفش الاشياء على سطحيا تتغمق في الاشياء وكما هذا الجمعيه راني فرحانه اللي كاين ناس يفكروا في الفئه هذه تاع الناس ونطلب من الناس اللي قادره تتبرع وكذا تعاون الجمعيات هذو خاصه هاد الناس اللي لازم نعتنيو بهم في السن المبكر هذا. نعم يا شكرا على الصراحه تاعك الممثله الانيقه والقديره نوال زعتر على اللي قبلتي دعوتنا. اذا سيد هلال واش نقدروا نتمنوا لجمعيه انيت وهل عندك اضافه تزيدها باختصار؟ نعم يعني الجمعيه من نهار تكريات الجمعيه اشاك فوا يحبوا يحسنوا في الاخر واحد في عام الاعوام فكروا باش يديروا ان كارني دو سونتي بور لي تريزومي الور فرج علينا ربي ففي اون اني دمي ولا الجمعيه دارت ان كارني دو سونتي بور لي زون هاولي كارني دو سونتي سي لاسوسيان كي ا توفي بيان سور ماشي ناس مختصين في الدومين هذا اللي داروه افيك لا كولابوراسيون با مال دو ميدسان دو اي تو كاع لي باثولوجي كاين هنا لا كاع صافي دير تو لي ميدسان بوف كرير لا كي وين متوفر هذا الكتيب؟ هذا تاعنا اللي على مستوى جمعية احنا بوكو بلوس اون ايتي صافي بليزيغ اني راحوا شافوا او نيفو دو مينيستير دو لا سونتي ماليزومون مينيستير دو لا سونتي ما عاودش جاوب الوكم حنا على بالكم كسا سباس الور اون ديسيدي حنايا درناه اون لا ديستريبي سي في عندنا لي بارون تاعنا اون امري بيان كو نعموه من الوزاره ان شاء الله هاوليك واجد وحاضر ماذا بينا مام يجوز او نيفو دي زوبيتو يمدوه لي زوبيتو لي زونفون كي الناس اللي يزيدوا دي تريزومي كي يمدوه ومام طول الجمعيه تزيد مدخول يعني ايه بوكو بلوس معليش حنا ما مسلفون مدوه باطل ولا ماشي مشكل ولا يعني السعر لا مالكري كو رانا نخلصوه رانا نبريمو بالدراهم معليش ما يهمناش نعم بوكو بلوس هدايا نعم ونتمناو ان شاء الله ان شاء الله في السلطات يشوفوا فينا ان شاء الله باسكو حنا رانا جمعيه ذات منفعه عامه كما يقولوا ايتيليتي بيبليك حنا ماذا بينا ان شاء الله يشوفوا فينا باسكو حنا تانيك عندنا 160 عامل كاين اللي ما راهمش يشكيو ما باسكو ما راناش ما لحقناش باش نعطيو لهم ما كاش رانا قلت لك الا قدرنا نخلصوا لهم لي 50% في هذه لابيريود هذه ان شاء الله تكون اذان صاغيه سيد ان شاء الله ماذا بينا احنا لو كان يسمعونا ويشوفوا فينا اون ايتي فوار با مال دو مينيستير على كل حال ما قعدناش لي برا كروازي انا نسنا ان شاء الله ربي يكون ايجابي ان شاء الله ان شاء الله هذا ما نتمناه لجمعيه انيت وربي ان شاء الله يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله نشكركم باسكو اشاك فوا تعرضونا باش نكسبوزيو لي بروبليم تاعنا لا شكرا على واجب هذا من واجبنا كقناه وكاعلام ويعطيكم الصحه يعطيك الصحه سيد هلال على قبولك دعوتنا هبه كلمه اخيره قبل ما نخلوك تطلعي سوغ سان الوغ الوغ ديجا نشكرك يعطيك الصحه ديجا اللي استضفتيني في هذا الحصه ديجا بارمي مي زيميسيون بريفيري باسكو دائما فيها روح شابه عائليه اي تو منا جي لو بليزير دو دافوار ا مي كوتي هاد لي دو غران ارتيست لي تخوا غران ارتيست اون فات جو سوي فان اوسي دو سكيل في اي تو فريمون كريم اليوم راك بيان لا في جينيراسيون اي لا نوفال جينيراسيون سي فوالا اي جو تيان اوسي ا دير فريمون كوراج ا تو لي ارتيست اون فات
parce que c'est pas facile déjà dans le monde entier le وضعيه تاع الفنان ماشي سهله mais في الجزائر un peu plus parce que لازم واحد التقدير un petit peu باش يقدر الواحد يدير خدمته و c'est comme si que القيمه تاع الفن سي برسك ننساوها هي تشكل ذاكره المجتمع سي لا ميموار دو توت اون سوسيتي دونك نلقاو فيها اللغه نلقاو فيها اللباس الحكايه وعاداتنا تقاليدنا اكزاكتومون دونك الشخصيه تاعنا دونك الفنان اون جينيرال كو سوا رسام ممثل مغني معشا لازم يكون مؤثر باش يقدر يوجه الرساله تاعو للمجتمع تاعو ان شاء الله. شكرا هبه، الباب مفتوحه امامك. تفضلي شيخ سان حتى نكمل معك بالموسيقى. توفيق بدني، كلمه اخيره عاود ذكرنا بموعد طريق الى الدستور يوم الاثنين الخميس على الساعه 9 مساء. نعم راني حافظه البرنامج. حافظه، شكرا انيسه. طريق الى الدستور، ما زالت الحصه قائمه بطبيعه الحال لنتابع النقاشات والمقترحات الجديده في تعديل الدستور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية دائما يوم الاثنين والخميس كما قلت على الساعة 9 مساء. وشكرا لك ولكل الضيوف، سعدت أيام سعادة يعني مع السيدة نواة زعتر، مع الأستاذ هلال، ومع عتيقة الدراجي وفنانتنا صاعدة. شكرا لكم جميعا والموعد الأسبوع القادم إن شاء الله. يعطيك صحة توفيق بدني. عتيقة طوبال، كلمة أخيرة ولا عندك إيديكاس تفضلي؟ الكلمة الأخيرة نهديها لك ليك، نقول لك ميرسي بوكو حنونة. يعطيك صحة على الاستضافة، شاك فوا تتفكروني. ونشكر طاقم الحصة كامل، ونوى اللي راهي اليوم ضيفة شرف معنا، خويا توفيق العزيز، الأخ كريم، لادام لي إن شاء الله نقولها بالتوفيق للألبوم تاعها جديد. وان شاء الله وربي يرفد علينا هذا الوباء. ونختم الفرصه ما ننساوش بمناسبه عيد الفنان البارح كانت، ونقول ان شاء الله بون فيت تو لي زارتيس، وان شاء الله ربي يشوفوا فينا بالعين الاعتبار ان شاء الله يا رب. هذا هو لا فيستون جين تاعك عتيقه، دكو في لكاي لا طاي تاعي عتيقه اليوم والله غير سيوفي. لو كان تجيك نعطيها لك. يعطيك صحة عتيقة. لو كان تجيك نعطيها لك. عتيقة يسلمك حنونة. إذا كريم ودراجي، كلمة أخيرة ولا عندك يدي كاس تفضل؟ يعطيك صحة أنيسة. جاست كيما نقولوا احنا وقت شباب مع الفنانة القادرة تاعنا اللي جوي أن كرون فان ليها. لي ميم الكوتي جو داكتور مقبل قلت لها في الكوليس يعني عندها جو داكتور توب تاع التوب تاع التوب. صافي بليزير راني معاها في بلاطو كيما هذا. توفيق بداني يعطيه الصحة على المعلومات كاع اللي عطاهم لنا اليوم. أستاذنا إن شاء الله كيما نقولوا حنا يفتحوا لكم البيبان، يفتحوا لكم الطريق إن شاء الله. عتيقة كي عاودنا تلاقينا صافي بليزير. عندي هبة تاني بون كونتينياسيون إن شاء الله. عندي إيديكاس، يعني إيديكاس تاعنا راح تكون اليوم البن حمد كوتر، سي سور إحسان إنيهاد، توت لا فامي منان، فوالا. كاين واحد تاني صاحب خويا، أونفان شغل تقدر تقول لا فامي، نقول له موح. موح البونكا خويا كونتر على خويا سيدي احمد. قال لي دير لي ايديك، موح خويا البونكا كونتر على خويا. هاي تخيل. يعطيك الصحة. إذا نتلاقاو الأسبوع المقبل، تفضل. نعم. على ولادي برك. ولادي ولادي شفناهم. شفت كيفاه؟ أنا ولادي زايدين لو برومي جوان. أيمن وأمين. عيد الطفولة. يا خويا أنا نتمنى لهم إن شاء الله. دور لهم هكذا باش. نتمنى لهم إن شاء الله عمر مديد. راحوا سنة حلوة يا أيمن وأمير. عاود سيد هلال باش نشوفوهم، عاود أعطينا الصورة. نعم. إذا أيمن وأمير. يعني نقولوا سيد هلال انهم من يعني دي جومو تريزوميك يعني واكيد نضال من اجلهم من خلال جمعيه انيت. انا خرجت ريتريت على اجلهم. خرجت ريتريت انا صافي سات وانا ريتريت. نعم من اجل ايمن وامير. الله يقدرك. اللهم امين. اللهم امين. عندي ثاني ميساج ليك انت انيسه، هذا الميساج. نعم. دونك عندنا تطع عقيله خليلي qui a fêté son anniversaire le 9 juin. Une fidèle téléspectatrice de l'émission DZ Show ou Anissa spécialement. Et donc, nous saluons عليهم ونشكرهم على كامل. هي زميلة خليلي لميا، فنوجه لهم تحية. شكرا على كامل الناس اللي يتابعونا ويحبونا من قلبهم، لأنه صراحة دخلوا لقلوب العائلات الجزائرية، وهذا هو هدفنا في كل مرة. نحاولوا أن نكونوا يعني حتى في كلامنا نكون كلام نظيف ودارجة مهذبة، وحتى في الملابس
الملابس تاعنا نكونوا نلبسوا باحترام لكم انتم مشاهدينا. نتلقى بكم الاسبوع المقبل نفس توقيت نفس القناه، قناه واحده قناه الجزائريه وان، قناه كل الجزائريين، برنامج واحد برنامج الجزائريه شو. اذا عندكم انتقادات ولا حبيتوا تقترحوا علينا مواضيع، ما عليكم الا تتصلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقناه الجزائريه وان اللي راهم اسفل الشاشه، انستغرام، يوتيوب، واكيد الفيسبوك. نكملوا مع بالموسيقى مع الفنانه الصاعده هبه، تلاقاو الاسبوع المقبل في امان الله. تفضلي. حبيبي ما له ثاني ولا عليه رقيب، ده انا مني واثناني حاضر لا يغيب، سر لكم هذا البرنامج برعاية جازي. اي نايت مخلوع راسي دورو عطشان، مانيش قاع مليح، الله يجيب الخير، نمت باللي راحت لكونكسيون قاعد في الدار، ما عندي ما ندير. تشاك ان وين غادي نشوف كاع لي سيري، ندير الروب لا مازالني على ديداني، انستا فيسبوك تيك توك اجوتي موا اغوباس الحاج اوفيسيال. تشاك ان وين كاين بوكو سوربيز، تيليشارجي لابليكاسيون توت سويت. تشاك ان وين شركة مزيان كاين جيزي، سيرفي في النار كيما بغيتو بروفيتي. تيليشارجي تطبيق جيزي شيكي، اربح لي جيجا وبزاف هدايا.